بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم بدر الدين عادل من سنة البكالوريوس. هنكمل بقى شرح الحاجات بتاعة البطنة بتاعة الإكس راي، السيستمز الباقية. أنا زي ما كنت قلت قبل كده، أهم اتنين سيستمز هم الشيست والكارديو، ودول خلصناهم لوحدهم. بعدهم أو زيهم في الأهمية البون، وفي الآخر في شوية حاجات كده اللي هو جي أي تي ويورو والكلام ده. تمام، لازم تبقى عارف ان انت 100% هتمتحن في سلايدين تشيست او سلايدين هارت على الاقل، يعني فاهم؟ يعني التشيست والهارت كده كده هيجي لك فيهم ممكن اكتر من واحده. تمام، 100% لازم هيجي لك منهم. كويس، البون بنسبه مثلا 70% من الناس هيمتحنوا فيهم، ممكن واحد يكون الامتحان كله السلايدات اللي هتجيله كلهم تشيست وهارت، اتس اوكي ماشي، لكن في ناس هيجي لهم سلايدات بون ماشي. طب الجي اي تي واليورو ده قليل قوي 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 بقى، مثلا حوالي يمكن 10% من الناس. طب والسي تي 0% ماشي، وهنتكلم في قصة الايه 0% ده ليه. تمام، طيب فانا بالتالي وانا هاجي اشرح دلوقتي، هشرح البون، هشرح لك السيستم كله، اشرح لك كل السلايدات اللي موجودة في كتاب الدكتور سويلم كلهم، عشان ده سيستم مهم. ولكن في النهاية هنبص على حاجة اسمها الامبورتنت سلايدز، اللي هي دكتور ايهاب قالها في المراجعة بتاعته، اللي هي بتيجي تقريبا كل سنة، هي هم دول اللي بيجوا منهم. اوكي، فممكن البون يبان سخيف شوية لسبب بسيط، ان ممكن انت مش متعود عليه، يعني انت عمرك ما امتحنت على دخلت اكس راي بون خالص. وخد بالك انا بكلمك دلوقتي في بطنة، فاكس راي البطنة البون ده كلام ان شاء الله هيبقى بسيط، ما تفتكرش ان انا داخل لك بقى في فراكتشرز والكلام ده، الكلام ده جراحة. حلو كده، تمام. السيستم بتاع البون سهل جدا 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 وبسيط لسبب واحد، ان هو كله سبوتات. يعني ايه سبوتات؟ يعني على طول بتعرفه من مجرد النظره كده ماشي، هتعرف دي السلايد دي عباره عن ايه. امال هو رخامته بس في ايه شويه؟ ان انت وانت بتيجي الكومنت ما عندوش بقى الحته الاسطمبه اللي هو تقعد بقى اللي بتجيب درجات بالمجان، لا الكومنت بتاعه رخم شويه لانه في كلام من النظري ممكن ما يبقاش حاضر عندك قوي، ولذلك انا مضطر اكلمك كلمتين كده تستر بيهم نفسك في النظري بتاع الكومنتات ده. حلو، طيب نخش واحدة واحدة، ما تقلقش خالص 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 من الحاجات بتاعت البون نهائي، لان في الاخر لما تشوف الحاجات اللي انا هقولك عليها هي دي الامبورتنت سلايدز اللي دكتور ايهاب قال عليها، هتفرح جدا 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 وهتنبسط. ماشي، تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ البون. طيب اول حاجة النورمال اكس راي بتاع الهاند مش عايزه، احنا من اولها كده. اه ليه؟ لان كل الارقام والحاجات دي ما تفرقش معايا في حاجه. اللي يفرق معايا قوي المعلومه دي ايه هي؟ ان في حاجه هنا اسمها اللي هو الاول واحد ده اسمه ميتاكاربوفالنجيال جوينت، واللي في النص ده اسمه البروكسيمال انترفالنجيال جوينت، او بنسميه بي اي بي اختصاره، وده اسمه الديستال انترفالنجيال جوينت اللي هي الدي اي بيز. حلو كده، شكرا، ابدا على طول بقى ايه، قول لي السلايدات. أول سلايدات، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عايز أجيب ده كده عشان يبقوا كله إيه واحد. تمام، أول سلايد عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الروماتويد أرثرايتس. بذمتك أنت تبص كده مش هتعرف دي إن الروماتويد أرثرايتس، النا ديفيشن واضح جدا جدا جدا، يبقى لما تجيلك سلايد زي دي في الإكس راي إن شاء الله واضحة جدا إنها النا ديفيشن، واضح جدا ان دي روماتويد ارثرايتس، انت ما عندكش حاجه تعمل الديفورميتي الفظيعه دي غير الروماتويد ارثرايتس، يبقى تلاقي ايد ملوحه كده فيها النر ديفيشن جامد، يبقى دي روماتويد ارثرايتس على طول. بس كده؟ اه بس كده، بس يا شطارتك بقى انك تكتب لي في الكومنت، هي دي المشكله، انت سهل جدا ان انت تعرف روماتويد ارثرايتس، بس صعب شويه ان انت تحفظ الكومنت. ايه الكومنت بتاعي؟ اول حاجه ان ده بايلاترال سيمتريكال ارثرايتس، بيجي فين؟ في الميتاكاربوفالنجيال جوينت والانترفالنجيال جوينت اللي هو البي اي بي. طب والدي اي بيز سبيرد، والسؤال ده مهم ممكن حتى في ام سي كيو. تمام، ان الروماتويد ارثرايتس داز نوت افكت الدي اي بيز. كويس كده، كلام جميل. طيب ده اول حاجة في الكومنت اللي هو كأنك بتكتب الدايجنوزز ماشي. بعد كده بقى تبدأ تحكي لي عن الديفورميتيز اللي هي ايه، انت قلت اول واحدة اللي انت عرفت بيها النر ديفيشن، كويس، وحاجة اسمها الزد شيب صمب ولا سوان نيك والبوتونير، دي اسطمبة انت هتكتبها على طول، انا مش هقعد اشاور لك عليهم، دي اسطمبة انت اول ما هتعرف ان ده النر ديفيشن ترزع لي كده على طول الايه الديفورميتيز ورا بعض. كويس، رزعنا الديفورميتيز اللي هم الزد شيب صمب والسوان نيك والبوتونير. كويس،
بعدها بقى في شوية حاجات ثابتة في تقريبا معظم السلايدات بتاعت الايه البون او في بتاعت الهاند والفيت بالذات. ايه هي؟ شوية حاجات كده زي ما تقولوا بنطول بيها الكومنت بتاعنا، بتجمل بيه الكومنت بتاعك. ايه هي؟ ناروينج اوف جوينت سبيسز، اوستيوبينيا، وفي كمان اوستيوبوروزيس، وايروجنز للجوينت. يبقى دول تزودهم دايما في اخر سلايد، في اخر حته في الكومنت بتاعت اي سلايد. يبقى انت كده دخلت بسم الله الرحمن الرحيم، جات لك هذه الايه الاكس راي، حلو كده، اللي هي الروماتويد ارثرايتس. عرفتها منين؟ اه ده في النر ديفيشن واضح جدا. ايه هو الروماتويد ارثرايتس؟ ده عباره عن بايلاترال سيمتريكال ارثرايتس بيجي في الميتاكاربوفالنجيال والبي اي بيز. طب ما توصف لي ديفورميتيز؟ النر ديفيشن واضح، النسوان الزد شيب ثامب، النسوان نيك، وكمان عندنا البوتونيير، حلو. وبعد كده شويه ايه حشو، اه ده في ناروينج في الجوينت سبيس، اوستيوبينيا، اوستيوبوروزيس، ايروجنز في الجوينت. وهتشوف ان الجمل اللي في الاخر دي بتتكرر كتير جدا في كل الاكس راي. حلو، ادي اول ايه سلايد عندنا الروماتويد ارثرايتس، شكرا، وسلايد مهمه جدا طبعا. تمام، خش لي بعدها على الاكروميجالي. ايه القصه بتاعت الاكروميجالي دي بقى؟ قال لك ده بيبقى بيشنت جاي، مش عايز اقول لك بقى الهيستوري، يعني طبعا الهيستوري انت عارف ان ده بيبقى راجل مثلا وكبير في السن، ماشي، وعنده مشاكل مثلا من البيتيوتري، من البيتيوتري جلاند وهكذا، والصوت مش عارف عامل ازاي، الحاجات الفيتشرز بتاعت الاكروميجالي. تمام، طبعا انت اه انا نسيت هقول حاجه مهمه، انت طبعا مش هتخش تقول روماتويد ارثرايتس كده على طول، انت بتقول عادي برضو ان ده بلين اكس راي هاند بوسترو انتيريور فيو، حلو كده. تمام، هنا نفس الكلام، بلان اكس راي على الهاند بوسترو انتيريور فيو، وتخش لي بقى على الكومنت بتاعك. طيب اعرف منين ان دي اكروميجالي؟ اول حاجه بيقول لك ان تحس الايد كبيره، العظم بتاعها كبير، ماشي. حاجه اسمها السوفت تيشو كبير، السوفت تيشو كتير، واضحه في الصوره اللي تحت موجوده شويه، ان تحس ان الايد كبيره، السوفت تيشو اللي هو الجلد اللي هو بيبقى باين شادو كده، تحس ان هو كبير. انا مش شايفه، خلاص ولا يهمك، عادي جدا. حاجه مهمه جدا ودي اللي هي الكلمه السريه، اسمها تافتنج او مشرومنج للتيرمينال فالنجيز. بيقول لك ان التيرمينال فالنجيز ده، وخد بالك في السلايد بتاعت الاكروميجالي ممكن يبقى عامل لك السهم مشاور لك على هذا التيرمينال فالنجيز، يبقى معنى كده ان هو عايزك تبص عليه فتقول له ايوه ده والله ده فيه مشرومنج او فيه تافتنج في التيرمينال فالنجيز. كلام جميل، يبقى هتقول لي دي ايد كبيره increased size في البونز، والسوفت تيشو كبير increased soft tissue shadow، وقال لك ليها اسم كده اسمه السبيد هاند. ماشي، ايه السبيد هاند ده يا معلم؟ اوريه لك اهو السبيد. طبعا الجماعه بقى بتوع الاستيميشن يحضرونا وهم عارفين ايه هو السبيد. انا ليا واحد صاحبي بالمناسبه منين نلعب الاستيميشن يطلب 35 سبيد، اقول له يا ابني هي الكوتشينه كلها اصلا 13، يقول لي لا انا ما احبش الكل يخرج من تحت ايدي. طبعا انا مش هقول على اسمه، هو عارف نفسه. طيب المهم ده شكل السبيد، اللي تحس يعني الهاند من الاخر بتبقى كوره كانها قطعه واحده، ماشي، كويس جدا. والمشرومنج اللي هو التيرمينال فالنجيز ده انا لقيت له تشبيه تاني شويه شبه عسكري الشطرنج، اهو بتلاقي ده عسكري الشطرنج. طبعا انا عمال اقول لك بقى استيميشن وكوتشينه وشطرنج وهنفتح قهوه بعد شويه. تمام، عسكري الشطرنج ده بتلاقيه فين؟ او المشرومنج بتلاقيه على التيرمينال فالنجيز ومشاور لك عليها. يبقى الساين دي مهمه جدا ولازم تقولها. طب ما تجمل لي الكومنت بتاعي، اقول لك اه ممكن يبقى فيه اوستيوبينيا واوستيوبوروزس وشويه ايروجنز، حتى هتلاقي اهو بون ريفاكشن. ما هي بون ريفاكشن دي معناها ان هو فيه اوستيوبينيا يعني او اوستيوبوروزس، كويس. وبص مزوم لك ازاي اهو على التافتنج على المشرومنج على عسكري الشطرنج اللي في الاخر، كويس جدا. يبقى عرفنا الاكروميجالي. ممكن الاكروميجالي تيجي في الرجل، ممكن طبعا، يعني هو اكيد عنده في الرجل طبعا، بس اقصد ايه السلايد يعني ماشي هتيجي ازاي؟ هتلاقي رجل تحسها يعني مش طبيعيه الصراحه، يعني دي سلايد يعني ممكن ما تعرفش اصلا انها رجل، ماشي، تبقى على طول اكروميجالي، بس هي اللي بتيجي هي هتيجي في ايده، حلو كده، كويس جدا. بعد كده عندي سلايد الجوتي ارثرايتس. انا مش هشرح الجوتي ارثرايتس دي، انا هشرح الجوتي ارثرايتس دي ليه بقى؟ واحد يقول لي طب ما انا مذاكر النظري، الجوتي ارثرايتس ده معروف ان هو ارثرايتس بيجي اكتر حاجه في الجوينت بتاع البيك تو، وبيبقى فيه حاجه اسمها سوفت تيشو شادو اوف تو فاي،
ايه التوفاي دي او ديبوزيشن يعني للتوفاي؟ كويس. ايه التوفاي دي؟ حاجه مش عايز اقول اللفظ ده بس هي شبه مثلا كانها ستونز ماشي، في الاكس راي هتبان كانها حاجه مكعبره ماشي، خلينا في الرجل ماشي، حاجه مكعبره تمام. يبقى جاب لك سلايد رجل، وفي اهو شايف هنا ممكن تبقى واضحه عندك اكتر في الكتاب، في الكتاب عندك ممكن تبقى واضحه اكتر ماشي. في هنا اهو زي كعبيره كده، ليجن موجود فين؟ في البيك تو. يبقى دي على طول حاجه اسمها جوتي ارثرايتس. ومجرد ان هو جاب لك سلايد ورجل وفي زي ايه كوره كده في الحته بتاعت البيك تو، انت عرفت على طول ان ده جوتي ارثرايتس. طب لو جابها لك في الايد وده مش لايكلي، برضو هتلاقي زي ايه كور اهي كده ماشي، وهي كور كده في التيرمينال فالنجيز اهو ماشي. دي اللي هي بنسميها سوفت تيشو شادو اوف توفاي. حلو كده، كلام جميل. طيب طب ما تزود لي شويه في الكومنت، اقول لك اهو شويه بون ايروجن وشويه اوسيوبينيا واوسيوبوروزس، الكلام بقى اللي احنا عارفينه ده. طيب طب ما تفرق لي الثلاثه مع بعض، هي مش محتاجه تتفرق الصراحه، عشان كده انا قلت لك السيستم البون كله لذيذ ان انت كسبوت دايجنوزز هتعرف، لكن هو ممكن يبقى رخم شويه في الجزئيه بتاعت الكومنت زي ما انت شايف. حلو، اول حاجه النر ديفيشن روماتويد ارثرايتس، شكرا. في تافتنج ومشرومنج زي ما بنقول في التيرمينال فالنجيز، اكروميجالي، حاضر. جايب لك رجل وفيها طفاي كبيره خالص ليجن كده في البيك تو، جوتي ارثرايتس، شكرا. طب ما تخش لي بقى على السلايدات دي، روماتويد ارثرايتس تيجي في الرجل، اه طب ما برضه نفس الفكره، ديفيشن النر ديفيشن. هو في النا يا ابني في الرجل؟ مفيش. طب نغير اسمها، اسمها هالوكس فالجس، وحاجة تانية جنبها في الديفورميتيز اسمها هامر توز ماشي. روماتويد ارثرايتس عادة هتجيلك في الايد مش هتيجي في الرجل. طب افرقها ازاي بينها وبين الجوتي ارثرايتس؟ مش محتاجة، الجوتي ارثرايتس دي رجل عادية بس فيها الحتة الكورة دي. طب ومال روماتويد ارثرايتس؟ لا ده في النر ديفيشن، انا مش عايزك بس يعني ايه تتلخبط في كلمة النر ديفيشن وتكتبها، تغير اسمها عشان دي رجل وهتقول لي اسمها هالوكس فالجس، ومش هتروح تكتب لي بقى زد شيب ثامب والكلام ده، لا اسمها هامر توز ماشي اهو. طب ما تزود لي شويه في الكلام ده في اللي هو يعني في الكومنت، حاضر عينيا. ناروينج في الجوينت سبيسز، شويه اوستيوبينيا، شويه اوستيوبوروزس، شويه ايروجن في الجوينتس، زي ما قلت لك ثوابت، كانك بتزود الكومنت بتاعك عشان ما تروحش تكتب سطر وتلاقي نفسك كاتب سطر ويعني ايه وحاسس ان انت كده محلتش. حلو كده، كويس جدا تمام. هنا جايب لك اكروميجالي اهي، واضح جدا المشرومنج، واضح جدا عسكري الشطرنج، اكروميجالي. حلو تمام، دي اكروميجالي في الرجل هتبقى واضحه عندك اكتر في الكتاب، ان فيه سوفت تيشو اللي انا قلت لك عليه، ان ايه السوفت تيشو كبير والبون كمان كبير، ودي طبعا لاترال فيو، فبيقول لك اهو بيج سايز ديفيت يعني البون كبير، وبيك سايد وانكريزد كالكينيان باد ثيكنس اللي هي السوفت تيشو الجلد اللي عليها برضو كبير. حلو كده، كويس جدا. خش على اللي بعديه، اوستيو ارثرايتس. اه بص بقى عشان ما اكدبش عليك، الاوستيو ارثرايتس اللي مهمه جدا 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 دي اللي هي في الني. حلو كده، وعشان ابقى صريح معاك برضو دي السلايد الوحيده اللي عندنا اصلا في نظام البون اللي بتيجي في الني، يعني انت لا مؤاخذه كده جالك في الامتحان سلايد على الني، طب ما فيش غيرها اوستيو ارثرايتس، بس شطارتك بقى انك تكتب الكومنت صح. اول حاجه طبعا هتقول لي اه ده بلين اكس راي معمول على الني جوينت، حلو كده تمام. فيه ايه بقى هذا الاوستيو ارثرايتس؟ نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله اللي هو ايه، ناروينج في جوينت سبيس، شويه اوستيوبينيا، ايروجن في الجوينت، اوستيوفايتس. كلمه اوستيوفايتس بقى دي هنا مهمه، هي واضحه عندك اكتر في الكتاب، يبقى في زي بوني بروجكشن كده طالع، ده اللي هو ايه الاوستيوفايت تمام. وده وصفه اه، ده اللي هو زي ايه وصفه بايلاترال سيمتريكال ارثرايتس افكتنج دي اي بيز، ده هنا في الايه في الايد ماشي. هنا هتقول عادي برضو بس بيبقى برضو بايلاترال سيمتريكال ارثرايتس، بس المره دي هتقول بقى ان هو فين، في الني جوينت ماشي. ده كانه اللي هو الايه الدايجنوزس بتاعك ان هو اوستيو ارثرايتس في الني جوينت. حلو كده تمام. الحته بتاعت الهيب نفس الفكره، مفيش برضو سلايد تاني خالص في عندنا في الهيب، ودي مش مهمه قوي، هيبقى في اوستيو ارثرايتس في الهيب، اول ما تجي لك ايه سلايد هيب بتعرف انها اوستيو ارثرايتس. اللي سوبر نهمنا دي، الله يمسك بالخير طبعا دكتور مدحت ماشي كويس. طيب بعد كده اجي لك بقى لدي،
دي اللي هي المفروض الاوستيو ارثرايتس اللي فين بقى؟ اللي في الايد. حلو. طيب اول حاجه انت دي، هل دي النر ديفيشن؟ خالص. طب هل دي جاوت؟ انا مش شايف اي توفاي ديبوزيشن خالص. طيب هل دي اكروميجالي؟ ممكن واحد يقول لي انا حاسس لا عسكري الشطرنج فوق واضح، بس الايد صغيره، البونز صغيره والسوفت تيشو صغير. بص الايد فارد، فاتح ايد، فاتح ايديه، فاتح كفه كده ازاي؟ لكن التاني كان سبيد هاند كلها مقفله على بعض، اللي هي شبه دي اكتر حتى. ماشي، اللي سبيد هاند. ماشي، كويس جدا. طيب وزي ما اتفقنا ان بتاع الاكروميجالي ممكن يبقى جاي لك اصلا بسيستميك مانيفستيشنز فين في القصه بتاعه الهيستوري. حلو كده، كويس جدا. يبقى عرفنا الاوستيو ارثرايتس تهمني قوي، الاوستيو ارثرايتس بتاعه النيه. حلو كده، كويس. خش بعد كده على الجزء اللي بعديه. زي ما احنا شايفين كلها سبوتات. طيب اول حاجه الهيموليتيك انيميا، سلايد لذيذه جدا 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 جدا. ماشي، عباره عن ايه؟ بتعرفها ازاي؟ حاجه اسمها بوكسنج اوف بونز. هي نورمال البونز بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ فيها ويست كده يمين وشمال، عامله زي الساعه الرمليه ويستنج. لكن هنا لا، دي بوكس، بوكسات بوكسات بوكسات. واضح عندك اكتر في الكتاب حاجه اسمها ترابيكيوليشنز في البون، شكلها واضح جدا جدا. سلايد سهله، هيموليتيك انيميا. يبقى الترابيكيوليشن او الموزايك appearance بتاع البوكسد بونز دي هيموليتيك انيميا. كويس جدا. طب ما تزود لي شويه في الكومنت بتاعي، احنا قلنا خلاص اهي الحته بتاعت البوكسنج والموزايك appearance او الترابيكوليشن، decreased bone density لاوستيوبينيا واوستيوبوروزس. تمام، وممكن بون ايروجن، كل الكلام ده شغال. حلو كده، خلصنا من الهيموليتيك انيميا. سلايد سهله. الهايبر باراثايرويديزم، الهايبر باراثايرويديزم بقى سلايد عادة عادة الصراحة بتجيلك بسهم. يعني ايه بتجيلك بسهم؟ هتلاقيه فعلا جايلك كده مشاور لك على الحتة دي. الميدل فالينكس بيبقى فيه حتة مقشوطة، يعني متاكل منها حتة كده، كأنه يعني ايه، متعورة اهو، واضحة جدا هنا. ماشي، وممكن اهي هنا، وفي سلايد تقريبا تحت واوضح واوضح اهو. بص ازاي، شايف مقشوطة ازاي؟ شايف هنا مقشوطة ازاي؟ وتلاقيه مشاور لك عليها. تمام، دي اهم فيتشر في القصه بتاعت الهايبر باراثايرويديزم. اسمها ايه بقى الاسم العلمي؟ سبيريوسيال فالنجيال بون ريزوربشن. يبقى حصل ريزوربشن للحته دي، يبقى الحته المقشوطه حصل لها ريزوربشن. ماشي، في حاجه تانية هنا زي سيست، سيست جوه البون، بس دي مش لازم تلاقيها، يعني دي ممكن تلاقيها وممكن لا. سيست في الايه، في الحته دي. ماشي، اللي هي اسمها ايه، البراون تيومر. ماشي، واحنا عارفين طبعا ان الهايبر باراثايرويديزم بيعمل حاجه اسمها اللي هي اوستايتس فايبروزا سيستيكا. كويس جدا، تمام. يبقى لقيت حته مقشوطه ومشاور لك عليها، وجايب لك كمان حته ليجن كده هايبودنس، يبقى بنتكلم على طول في هايبر باراثايرويديزم. ماشي، بعد كده عندي سلايد اللي جنبيها حاجه اسمها سكليروديرما. السكليروديرما دي بتحس ان هو جاي ايده صغيره جدا وصباعه مقطوع، او ايده مقطوعه. يعني ايه؟ بص تحس ان ايه ده، يعني في الصبع ده وايه اللي حصل هنا؟ اتقطع. هنا نفس الكلام، بص الايد دي عامله ازاي، كبيره وحلوه اهي، وهنا بص عامله ازاي، كان صوابعه من الاخر متقطعه. يبقى واحد جاي لك بصوابعه مقطوعه سكليروديرما، وفي الهيستوري هتلاقيها جايه فيميل، وجايه بسيستميك مانيفستيشنز كتير، لان السكليروديرما ده سيستميك ديزيز بيعمل حاجات كتير. تمام، حلو كده. طيب اسمها ايه؟ ريزوربشن اوف تيرمينال فالنجيز. وبيقول لك كمان ان بيبقى في كالسيفيكيشن في السوفت تيشو فينجرز اللي هي الحتت دي. ماشي، اوكي طبعا انت ماشي، اكتبها في الكومنت اوكي، بس المهم قوي ان انت تبقى عارفها، الريزوربشن للتيرمينال فالنجيز ده، دي السكليروديرما. تمام، بعد كده سلايد هبل خالص، حاجه اسمها كالكينيا سبير، شوكه طالعه في الكالكينياس من تحت، شوكه طالعه اهي، يبقى ده كالكينيا سبير. خلصنا. هايبر باراثايرويديزم تاني، حته مقشوطه اهي، حته مقشوطه اهي. تمام، خلص البون بالنسبة للهاند والفوت. شكرا. هل في حاجة صعبة؟ نهائي. طب نقولهم تاني بسرعة جدا. أول حاجة سلايد جاية لك ألنر ديفيشن روماتويد أرثرايتس، حاضر. أكروميجالي، الإيد كبيرة خالص والسوفت تيشو حواليها كبير ومشرومينج وعسكري الشطرنج من فوق. تمام، أكروميجالي. بعد كده رجل جاية لك وفيها طفاي كبيرة، شفت تيشو طفاي في البيك تو، جاوتي أرثرايتس. تمام، بعد كده جايه لك ني، يبقى على طول اوستيو ارثرايتس. تمام،
بوكسنج اوف البونز وموزايك ابيرنس هيبوليتيك انيميا، حته مقشوطه هايبر باراثايرويديزم والبراون سيست او البراون تيومر، صوابعه مقطوعه، ايديه مقطوعه من الاخر، السكليروديرما، شوكه طالعه في الكعب، كالكينيال سبير. شكرا. يبقى ادي القصه بتاعت البون بالنسبه للهاند والفوت. وعشان افرحك بقى ما تحسش ان هم كتار، بص يا صاحبي احلى فايل في حياتي، احلى فايل في حياتي ده الفايل اللي فيه الامبورتنت سلايدز من المراجعه بتاعه الدكتور ايهاب 2019. وعلى فكره هي مش قصه 2019، انا بقول لك 2019 عشان دي سنتنا، بس الفكره ان هي دي فعلا كل السلايدات اللي بتيجي كل سنه، وهي دي اللي بيحددها كل سنه، هي ما بتتغيرش. بص بقى في الجزئيه بتاعه البون، خش لي على الجزئيه بتاعه الهاند والفيد. الهاند اهو، بص ايه، روماتويد ارثرايتس واكروميجالي، وشكرا، وانا عمال اشرح لك 50 سلايد وهو عايز اصلا منك اتنين. الروماتويد ارثرايتس اللي هي سهله جدا، ان انت بس مجرد انك تعرف تشوف النر ديفيشن وتكتب الكومنت، هو جايبها لك عشان تكتب لي الكومنت بتاع النظري اللي هي الايه الديفورميتيز اللي احنا قلناها. والاكروميجالي قلناها اللي هي السبيد هاند، المشرومنج، التافتنج اللي بيحصل في التيرمينال فالنجيز. خلص. طب الفيت جاوت، بس كده، اللي هي فعلا الرجل بيبقى فيها توفاي في البيك تو دي على طول جاوت. طب والبيك جوينت نيو اوستيو ارثرايتس، بس كده شكرا. مو احنا قلنا ان هي اي ني يبقى اوستيو ارثرايتس. شفت بقى البون سهل ازاي بالنسبه للجزئيه بتاعت الهاند والفوت؟ وانا عمال اشرح لك بقى في 50,000 سلايد عشان ده سيستم مهم، يبقى مضطر اشرحه لك كله ماشي. لكن اللي انت هتركز عليه هم السلايدات الامبورتنت دول اللي بيجي منهم ان شاء الله كل سنه، واحنا كمان هيجي لنا منهم باذن الله يعني. تمام. طيب خش بعد كده على الجزئيه بتاعت البون برضو، بس المره دي هنخش بقى على السكال اكس راي ماشي. طيب ايه بقى قصه السكال اكس راي؟ انا عايزك في النورمال مش هحتاج منه ايه غير حاجه بسيطه جدا. ايه هي؟ انا مش عايز كل الارقام دي، انا هقول لك اللي انا محتاجه ايه تبص عليه، عشان في الكومنت وانا بشرح لك هقول الكلمه دي كتير. في رقم واحد واثنين وثلاثة، انت هنا ممكن مش واضحين عندك قوي، في الكتاب اوضح، في حاجة اسمها inner table وحاجة اسمها outer table وبينهم deployed space. بس انا مش عايزك تعرف هم دول عبارة عن ايه. هي السكال بتبقى عبارة عن كده من بره ده الكفرنج بتاعها، outer table و inner table و deployed space بينهم ماشي، عشان في ناس مش عارفة ايه هو deployed space، فانا مضطر اقوله عشان ده مهم في الكومنتات لما هنركز عليه، فعشان كده لازم اقوله لك. وحاجه تانية رقم 8 دي مكان السله ترسيكا. طبعا هي مش واضحه هنا قوي، وحتى في السلايد عندك في الكتاب مش هتلاقيها واضحه، بس ممكن في حاجات تانية تبقى اوضح شويه. المهم ان انت عرفت السله ترسيكا مكانها فين، عرفت الحته دي اسمها ايه، اسمها ديبلويك سبيس. شكرا، انا مش عايز بقيه الارقام، مش هوجع دماغك بيها. خش يا معلم على السلايدات بتاعت السكال الاكس راي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه اكروميجالي، يا دي المرض، هو ما فيش غير اكروميجالي في المنهج، في الايد وفي الرجل وفي السكال، معلش. طيب بس المره دي بقى في السكال سلايد مهمه جدا وسهله جدا برضو. ايه هي بقى الاكروميجالي دي؟ قال لك الاكروميجالي بيجي لك يا اما بوشه يا اما بالجنب، يا اما بالجنب يعني ماشي. والبتاع ده بيهزر معايا وخفالي السلايد خالص، قال لك والله ما انت شارحها. طيب اشرح اللي بعديها يعني ولا ايه يا صاحبي؟ معلش انا اسف والله، بس يعني هعمل ايه. طيب طيب خلاص، افتح الفايل التاني من بره. انا بقى عملت حسابي، فقمت اقصصهم من بره عشان لو حصل اي طوارئ نلجأ لها على طول ماشي. طيب هي السكال اكروميجالي دي اهي. طب انا ممكن اعمل كده ماشي. بص الاكروميجالي يا اما قلنا تيجي بوشه، جاي لك بوشه، يا اما جاي بالجنب لاترال. حلو كده، اللي بوشه اهي هتعرفها ازاي؟ وعندك هنا تبقى اوضح برضو حاجه انا بقول لك عليها مرسومه بالطباشير. هنا هتلاقي خط ابيض واضح جدا هنا. ايه الخط الابيض ده؟ اسمه ايه؟ السوبرا اوربيتال مارجن، السوبرا اوربيتال ريدج او السوبرا اوربيتال مارجن، هتلاقيه واضح جدا وبتتكتب في الكومنت كده prominent سوبرا اوربيتال ريدج. تمام، ده لو جاي لك بوشه عاد عشان تعرفها. انا لسه هقول لك الكومنت لان الكومنت بتاعها برضو كبير شويه، بس انا بقول لك ازاي تعرفها
ده اللي جالك بوش. طب ده اللي جاي لك بقى بجنبه، حاجتين مهمين قوي. اول حاجه هديك عشان اديك مثال عليها، شايف الديبلويك سبيس اللي انا حكيت لك عليه؟ بص عامل ازاي ضخم، لكن هناك عمره ما كان كده. شايف هنا النورمال خط سلك، لكن في السلايد بتاعتنا لا انكريزد كبير. دي حاجه بس مش كاركترستيك قوي. امال ايه اللي كاركترستيك جامد؟ بص الحته دي حاجه بنسميها نيوماتيزيشن في الفرونتال ساينس. نيوماتيزيشن يعني مليان هواء. طب ما توريني النورمال تاني، الحته دي موجوده خالص. ده بص عامل الاسكال ازاي وجايه كده عادي ومقفوله ماشي، لكن هنا في حاجه اسمها نيوماتيزيشن، دي كاركترستيك برضو جدا للاكروميجالي. تمام، طب اديني حاجه كمان، بص الجو اللي تحت عامل ازاي طالع لقدام، حاجه بنسميها بروجنافيزم. واللسانه تحس كبير، هو انت شايف لسانه؟ لا بس انا شايف الشادو، ان السنان بعيده عن بعضها. طب ما توريني هنا، بص هنا لا ده بقه عادي، لكن التاني بقه بص عامل ازاي، تحسه كانه لسانه كبير كانه طالع لبره. يبقى في حاجه اسمها نيوماتيزيشن للفرونتال ساينس، وحاجه اسمها بروجنافيزم وانكريزد في الديبلويك سبيس، ده غير ان السكال كبيره. و طب اللسان ده بيتعلق عليه ازاي؟ هقول له ماكروجلوسيا؟ ما ينفعش، عيب. بتقول له increased soft tissue of the tongue ماشي، soft tissue shadow sorry of the tongue. تمام حلو. وشوية بقى حاجات تانية انت حافظها من النظري، خلينا نبص عليها هنا. قال لك اهو big skull ماشي، widening في الديبلويك سبيس ماشي، نيوماتيزيشن ماشي، prominent supra orbital margin او supra orbital ridge كويس. وحاجه بقى زياده اهي التيث، ان هم بعاد عن بعض وممكن يكون في تيث واقعه كمان، في توث واقعه سوري. حلو كده كويس جدا. بعد كده طب في اللاترال فيو، طبعا في البوسترو انتيريور فيو اللاترال فيو بيزيد عليه حاجات ماشي، فانت المهم بس ان انت تبقى حافظهم كلهم وتكتبهم كويس. widening للسله تيرسيكا انا ما وريتها لكش هناك اهي، شايف السله تيرسيكا بقت عميقه ازاي، وايدنينج في السله تيرسيكا ماشي. ده كل ده تبع الكومنت، بس انا مش مطالب ان انت تشوفهم لي كلهم، انت مطالب بس ان انت تبقى حافظ هذا الكومنت كويس وتقوله. تمام، بوسنج للفور هيد، بروجنافيزم، بروميننت اكسترنال بروتيوبرنس ماشي، بيك سوفت تيشو شادو دي اللي انا قلت لك عليها بتاعت التانج. حلو، يبقى انت الكومنت انت بتحفظه من حاجات معلش من النظري، ودينا بنقولها مع بعضينا، لكن ازاي تعمل لها ايدنتيفيكيشن خلاص عرفناها سهله. ان قلنا ايه، بتلاقي بيشنت اهو وجاي لك بالجنب عنده نيوماتيزيشن هنا وعنده ديبلويك سبيس وعنده لسانه كبير والبروجنافيزم طالع والسله ترسيكا اهي. حلو كده، دي الاكروميجالي بتاعت السكال. طيب بعد كده في حاجه اسمها هيموليتيك انيميا في السكال. ايه الهيموليتيك انيميا اوف السكال دي؟ ثانية واحدة، دي موجودة فوق اصلا ماشي. الهيموليتيك انيميا في السكال انا بحب دي، عاملة زي الشمس. حلو كده، تحس ان هو جاي بشعره. حلو كده، المفروض طبعا احنا ايه، احنا اي انسان بيبقى فيه سكال وفيها شعر، طبعا ممكن في ناس ما عندهاش بس مش دي مشكلتنا، بس كده كده الشعر ما بيطلعش في الاكس راي. هنا تحسه كانه طالع، في حاجه بنسميها هير اون اند ابيرنس على السكال، شعر طالع زي ما بنقول من السكال. دي حاجه اسمها الهيموليتيك انيميا. تاني حاجه في الهيموليتيك انيميا ايه، بتلاقي حتت ضلمه، حتت كبيره كده ضلمه، حتت كبيره كده ضلمه ماشي. في صوره تانيه الضلمه دي فيها واضحه اكتر اهي، شايف عامله ازاي، حته ضلمه حتة كبيرة ضلمة، والشعر هنا برضو باين بس مش قوي، مش زي التانية، التانية أوضح شوية. تمام، طيب في الكومنت الحاجات دي اسمها إيه؟ قال لك أهو هيرون إن ذا أبيرنس ماشي، وحاجة اسمها جنراليزد راريفاكشن، دي اللي إحنا قلناها. تمام، وفي برضو لو أنا عايز أديك بقى حتة كده اللي هو إيه، طب ما تجمل لي الكومنت بتاعي شوية، تزود لي فيه كلمتين، هقول لك دايماً قول إن في بيج سكال وإنكريزد في الديبلويك سبيس. شكراً. وايدنينج في الديبلويك سبيس وبيج سكال، دي بيبقوا فيهم موجودين كلهم. كويس جدا، حلو. خش بعد كده على حاجه اسمها الباجيت ديزيز اوف البون اللي هو في السكال. تمام، انا عايز انهي، انا عايز دي اللي هي بتحس بقى ايه
السكال مبقعة، ماشي، السكال مبقعة بطش بيضة كده موجودة، والباشت ديزيز مش من السلايدات المهمة قوي. حلو كده، تمام. زود لي عليا ايه اسمها، اوستيو سكليروتيك ليجنز، ماشي تمام. كوتون وول سكال، شفت بقى يعني انا بقول لك اهي بطش ومبقعه، تفكرك على طول بالحته بتاعت البرونكونيومونيا، برضو كان فيها بطش وكانت مبقعه، كنا بنسميها ايه، فلافي كوتون ابيرنس، ماشي. طب افرق ازاي بين الباشت ديزيز اوف ذا بون والبرونكونيومونيا؟ مش هرد على هذا السؤال. دي واحده في الايه، في السكال، ودي واحده في الشيست. حماده هلال الراعي الرسمي للمعلومات الجديده، تمام، عشان الشيطان شاطر وانت قاعد بتذاكر يقول لك يا نهار اسود احنا شفنا كوتون دي قبل كده فين، وتقعد تلف حوالين الكتاب ومش هتلاقيها. كويس، بعد كده عندنا سلايدين بيجوا سكال اطفال، هيدروكيفلس والكرينيو كرينيو ستينوزيس او الكرينيو سينوستوزيس، ماشي. الهيدروكيفلس انا عايز فيه كلمه واحده، ان فيه زي كان السكال مكسوره من فوق، دي حاجه اسمها ان الكورونال سوتشر ما لحمش. امال ايه الانبوبه اللي جوه دي؟ دي انبوبه اللي هي بتاعه الشنط اوبريشن. وبيقول لك طبعا ان الهيدروكيفلس ده دماغه كبيره بالنسبه لطفل، يبقى حاجه اسمها disproportionate craniofacial ايه ratio، اللي هو ايه، ده سكال كبيره قوي وده وشه بس، فتحس ان دي كبيره على ده لان ده بتاع الطفل، تمام. امال ايه كرينيو ستينوزيس؟ طبعا برضو ده غالبا هيبقى طفل. كويس، هيبقى جاي لك انا بحس انها عامله حاجه شبه الشبكه، ماشي، شبه الشبكه كده كانها ملفوفه على بعض، تمام، دي الكرينيو ستينوزيس، تمام. وقال لك ايه، ان هنا طبعا ايه، الكرينيو ستينوزيس باي ديفينيشن هو عباره عن ايه، بريماتيور كلوجر اوف الايه، السوتشرز، تمام. كويس جدا، بعد كده بقى عندي الحاجات الفيلينج ديفكتس، لقيت سنجل فيلينج ديفكت لونه اسود فور ديفرنشال دايجنوزيس، يا اما تي يا اما سوري ميتاستاتيك كارسينوما، يعني جايالي وحدايه في السكال، يا اما حاجه اسمها سكال فراكشر، يا اما تريفاين اوبريشن. ايه هي التريفاين اوبريشن؟ احنا كاننا بنعمل بنحفر في السكال، بنخرم في السكال، يبقى انت لقيت سنجل فيلنج ديفكت لونه اسود دوريه سودا، يبقى فور ديفرنشال دايجنوز اهو تريفاين اوبريشن ديبريسد فراكشر سنجل اوستيوليتيك ميتاستاسيس، تمام. طب لقيت برضو سنجل فيلنج ديفكت بس لونه ابيض، بقعه بيضه وحيده برضه، يبقى دي بتبقى اوستيو سكليروتيك بقى، دي اوستيوليتيك يعني بتكسر في البون، دي اوستيو سكليروتيك يعني بتبني بون. وسؤال مشهور جدا في الام سي كيو، ايه الليجنز الميتاستاسيس بتبقى جايه منين اللي بتبقى اوستيو سكليروتيك بون فورمينج؟ بتبقى جايه من البروستيت، تمام، يبقى دي جايه من بروستاتيك كارسينوم. حلو، يبقى خلصنا السنجل ديفكت سواء واحد اسود او ابيض، ممكن طبعا ده يبقى مالتيبل ابيض كتير، ماشي. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها الميلياري فيلنج ديفكت، وانا مش هغير كلامي، دايما الميلياري معناها نقط 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 كده اهو، ماشي. حاجه بنسميها السولت اند بيبر سكال، بس المره دي للاسف الميلياري مش معناها تي بي، المره دي الميلياري معناها حاجه اسمها هايبر بارا ثايرويديزم، وهو ده بس الرخم شويه في السكال او في البون، ان انت بس لازم تبقى عارف شويه كلمتين في النظري، الفاظ ممكن تبان جديده شويه، تمام، لكن الدايجنوز سهل، نقط 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 كده سولت اند بيبر سكال، تمام. طب قول لي بقى مالتيبل فيلنج ديفكتس دوريات سودا، تمام، وانا بحب بقى السلايد اللي تحتيها اكتر، ماشي، اهي هايبر باراثايرويديزم مثلا تاني اهو، نقط، شايف منقطه ازاي، نقط نقط نقط، دي هايبر باراثايرويديزم سولت اند بيبر سكال، ماشي، ملح وفلفل، تمام. هنا مالتيبل فيلنج ديفكتس، مالتيبل فيلنج ديفكتس لو راوندد وريجولار وحلوين كده وسموث حاجه اسمها مالتيبل مايلوما، طب لو الريجولار وتحس كده البون متاكل ويعني زي ما تقول مشرشره ومالتيبل برضه وفيلنج ديفكتس، اسمها مالتيبل اوستيوليتيك ميتاستاسيز، ماشي. يبقى الفرق بينهم مهم جدا، وعشان السلايد دي مهمه، دول هنا ريجولار اهو وراوندد، ماشي، ومالتيبل يبقى مالتيبل مايلوما، هنا تحسهم الريجولار ومشرشره شويه وواحده من قدام ومشرشره من هنا، يبقى دي بون ايروشنز، المره دي الريجولار فتبقى مالتيبل اوستيوليتيك ميتاستاسيز. حلو كده، تمام، خلص السكال، شكرا للبون. طب ما تيجي تبص لي على احلى فايل في حياتي وفي حياتنا وفي كل حاجه في الدنيا،
الفايل اللي فيه الامبورتنت سلايدز. هاي عايز ايه من السكال؟ السكال لا اهي اكروميجالي ومالتيبل فيلينج ديفكتس. ايه ده بس كده؟ اه والله. امال انت فاكر ايه؟ امال انا عمال اشرح لك كل ده ليه؟ انا عمال اشرح لك كل ده عشان ده سيستم مهم، يعني لو حاولوا يستهبلوا علينا ممكن يجي لك مثلا حاجه رخمه بس في السيستم ده، ماشي؟ فعشان كده مضطر اشرحه لك كله، لكن اللي انت هتاخده منه واللي تركز فيه وتحفظ الكومنت بتاعه صم هما الاثنين دول، الاكروميجالي واحنا عرفناها ازاي، وكان واضح قوي ان انا عمال اقول لك الكومنت انها هتبقى سلايد مهمه، لو جاي لك ببقه بوشه كده يبقى سوبرا اوربيتال مارجن مرسوم بالطباشير وعرفناها، لو جاي لك بالجنب في نيوماتيزيشن من قدام، لسانه كبير، بروجناسيزم واسنان كبيره، من ورا في حاجه اسمها الديبلويك سبيس برضو كبيره والسيلا تيرسيكا وبقيه الكومنت. تمام. طب المالتيبل فيلينج ديفكتس، المالتيبل فيلينج ديفكتس قلنا يا اما تبقى ريجولار وراوندد كده وسموث تبقى مالتيبل مايلوما. طب لو الريجولار ومشرشره وتحس فيه بون مكسر يبقى اوستيوليتيك ميتاستاسيز. ماشي، شكرا للسكال، بس كده ادي السكال. طيب نخش بعد كده على السباين. السباين بقى ده بالنسبه لبعض الناس كابوس، ماشي، وانا بالنسبه لي كابوس، ولكن هو ابسط بكتير من اللي احنا متخيلينه. هو هيقعد يقول لك بقى نورمال سيرفايكال سباين و50 رقم في كل سلايد، انا مش عايزك تبص على ولا حاجه من دول خالص 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 خالص، ما تضيعش وقتك فيهم. عايز بس نقطه واحده جدا بسيطه عشان تفتكرها، ممكن تبقى واضحه عندك اكتر في الكتاب. في خط هنا كده اللي هو رقمه تقريبا 6، خط واضح رفيع كده هنا، ده حاجه اسمها الساكرو ايلياك جوينت. ماشي، يبقى في جوينت هنا خط رفيع اسمه ساكرو ايلياك جوينت، بس كده. خليه معاك دلوقتي، ساكرو ايلياك جوينت ده هنستخدمه بعد شويه. تمام، بسم الله. اول حاجه عندنا الاسبونديلوزس. اسبونديلوزس بتعرفها ازاي؟ حاجه اسمها ليبنج اوف البون، شفه فوق وشفه تحت جايين على بعض، وواضحة عندك أكتر في الكتاب. طبعا أنا يعني الكواليتي أنا عارف مش دقيقة قوي، بس ده البي دي إف اللي حيلتي يعني، أنا مش وأنا ما حبيتش أقعد أجيب لك بقى كلها صور من بره وأكتر عدد السلايدز والفيديو يوسع والدنيا تبوظ خالص، ماشي؟ فأنت كتابك معايا ومتابع، واضح جدا إن في ليبنج، شفة فوق وشفة تحت مقربين من بعض، دي السبونديلوزس. حلو كده، شكرا. خش على السبونديلو لايثيسيسز. باي ديفينيشن هو عبارة عن إيه أصلا؟ ده عبارة عن displacement لفيرتبرا من البوزيشن بتاعها، يا اما انتيرير يا اما بوستيرير. واضح جدا اهو ان الفيرتبرا دي ورا والفيرتبرا دي قدام، الفيرتبرا دي ورا والفيرتبرا دي قدام، مش على نفس الخط، ماشي؟ كويس جدا. طبعا انت في الاول برضو هتكتب بلين اكس راي ان هو فيرتبرال كولم، يا اما يبقوا انترو بوستيرير بوسترو انتيرير فيو يا اما يبقى لاترال. تمام، بعد كده الانكلوزنج سبونديلايتس، اهم سلايد في السباين، والسباين لو جه من اساسه لان هو نادر بيجي لك الانكلوزنج سبونديلايتس دي وش. تمام، عشان كده ده اللي انا هشرحه لك بقى، هطول ممكن فيه شويه. ايه قصه الانكلوزنج سبونديلايتس؟ بتلاقي حاجه اسمها البامبو سباين، الفيرتبرال كولوم واضح كده ومرسوم وشبه البامبو اللي هو انا معرفش اسمه ايه بالعربي الصراحه، بس انا هقول لك مثلا بالعربي عود القصب، ماشي؟ طبعا هو ده حاجه وده حاجه، بس يعني ايه، انا متهيالي عود القصب مألوف للناس اكتر من البامبو، ماشي؟ حلو كده، كويس. ايه بقى الانكلوزنج سبونديلايتس ده؟ لازم تعرف الكومنت بتاعه، وهو الكومنت بتاعه فعلا معمول من 3 حاجات، وعشان كده عشان احفظه لك عشان ده مهم، مش هتلاقي حاجه تفتي فيها كتير، انا هحكي لك قصه كده وتحفظك هذا الكومنت. انا كنت ماشي في الطريق ولقيت بامبو سباين. يعني ايه لقيت بامبو سباين؟ لقيت عود قصب في الشارع. طبعا اي واحد مننا بيلاقي عود قصب حتى على العربيه على اي حته بيعمل ايه؟ بيخطفه ويطلع يجري. انا بقى ما عملتش كده، قمت مطلع الخنجر بتاعي وقمت واخد حته بس، مش طمع يعني، خدت حته من هذا البامبو سباين او من عود القصب وخدته ومشيت. طبعا انا كده سرقته. فوانا ماشي مروح بقى بيتي بعيد شويه، عقاب من ربنا، جالي سيفير بين في الساكرو ايلياك جوينت، تعبت وما قدرتش اروح. طيب واحده واحده بقى كده، ايه تفسير هذه القصه؟ اول حاجه انا كنت ماشي في الطريق لقيت بامبو سباين عود القصب، يبقى بتقول على طول بامبو سباين الساين بتاعتنا، وهنقول دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن كالسيفيكيشن في اللاترال لونجيتودينال ليجامنت، ماشي؟ تمام. بعد كده لقيت العود القصب خلاص، قمت مطلع الخنجر بتاعي وقطعت حته، خدت حته.
الخنجر بتاعي ده اللي هو ايه؟ حاجة اسمها الداجر ساين، ماشي؟ ودي معناها الكالسيفيكيشن بتاعت البوستيريور ليجامنت. كويس، عقاب من ربنا عشان انا سرقت حتة مش بتاعتي وانا ماشي، جالي سيفير بين في الساكرو ايلياك جوينت، ساكرو ايليايتس، وخلصنا في اوبليتريشن في الساكرو ايلياك جوينت سبيس، ده عشان ساكرو ايليايتس. ماشي، يبقى عرفت ايه هي القصه عشان الانكروزنج سبوندلايتس من السلايدات المهمه، والكومنت بتاعها ما فيهوش تاليف، هم الثلاث كلمات دول. طيب يبقى قلنا في كالسيفيكيشن لليجامنت وكالسيفيكيشن لليجامنت، وده اوبليتريشن في الجوينت. طيب معلش برضه انا مش عارف احفظ انهي واحده البوستيريور وانهي واحده اللاترال. حاضر، هبص، اصل انا مش هسيبك الا لما تبقى برنس في الانكروزنج سبوندلايتس في الكومنت بتاعها. تمام، اكتب جنبها، اكتب جنب الحته بتاعت الدجر ساين دي غدر الصحاب. ايه غدر الصحاب ده؟ انت لما دلوقتي عايز تغدر بصاحبك ومعاك الخنجر عشان تقتله او تغدر بيه، يعني هتديله لاترال؟ اكيد لا، يعني هتديله ضربه لاترال؟ لا طبعا، لاترال هتيجي في الطحال، والطحال في واحد قال مش عايز اقول اسامي، وفي واحد قال لك الطحال ده ملوش لازمه، يبقى اكيد مش كده. امال هتديله فين؟ هتديله في ظهره، هتديله في البوستيريور ليجامنت. يبقى الداجر ساين كانك بتديله بالخنجر في البوستيريور في ظهره، في بوستيريور ليجامنت، والتاني في اللاترال. اظن مفيش بعد كده. انت كده المفروض لو جات لك انكلوزنج سبوندلايتس سلايد، او انت المفروض اصلا في الفجر تدعي تجيلك هذه السلايد، ماشي؟ لانها سلايد سهله والكومنت ما فيهوش تاليف، وانا حفظت لك القصه. كنت ماشي في الطريق ولقيت عود قصب، قمت واخد منه، مطلع الخنجر بتاعي واخد منه حته، وانا مروح عقاب رباني، ساكرو ايلياك جوينت بهدلني. ماشي، خلصنا. بعد كده الفراكتشرز، في حاجه اسمها الويدج شيب فراكتشر او التروماتيك فراكتشر، ماشي؟ اللي هي بتبقى عامله زي المثلث كده، حلو كده، تحس متداس عليها من فوق، ودي تروماتيك، ماشي؟ واضحه هنا برضو؟ تمام. امال هنا بقى تحس الايه، الفرتبرا متبهدله كلها، متكسره مليون حته، ده بيبقى باثولوجيكال فراكتشر عاده بسبب التي بي اللي هو بوتس ديزيز اوف ذا سباين. طب امال ايه الحته دي؟ فين الفراكشر؟ في هنا؟ لا هنا، دي الفراكشر مش واضح قوي، هو جايبها لك عشان يوريك حاجه اسمها الكولد ابسس شادو. ماشي، ما تهمنيش قوي الحته بتاعت الفراكشرز دي، لكن عرفت ان في حاجه اسمها تروماتيك وحاجه اسمها باثولوجيكال. تمام، كويس جدا. بعد كده السلايدات دي، حاجه اسمها سيرفايكال ريب، جايب لك اكس راي في الحته اللي هي بيز اوف ذا سكال كده، والابر شيست من غير ما انت اصلا تبص، ده سيرفايكال ريب، والسلايد دي ما بتجيش. كويس، سباينا بيفيدا، وخد بالك السلايد سيرفايكال ريب دي ما بتجيش، دكتور سويلم قالها بنفسه في التسجيل، سباينا بيفيدا دي ما بتجيش، برضه دكتور سويلم قالها في التسجيل ذات نفسه. ماشي، سباينا بيفيدا بتعرفها ازاي؟ بيبقى في سباين 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 سباين، بعد كده هنا تلاقي ايه، فراغ، السباين مش موجود، سبت فراغ كبير اهو. تمام، ما يهمنيش في حاجه، اللي تهمني جدا جدا الاوستيوبوروسيس اوف السباين، تاني اهم سلايد بعد الانكيلوزنج سبونديلايتس. هنعرفها ازاي؟ لتاني مره كلاكيت، تاني مره هستخدم الطباشير. ليه؟ عشان ارسم حاجه اسمها الباي كونكيف فيرتبرال اوتلاين. بص هتلاقيها طباشير طباشير طباشير، خطوط بيضاء مرسومه بالطباشير، حاجه بنسميها كود فيش سباين، اللي هو جسم السمكه، حتى ايه الدكتور جايب لك السمكه وحشرها هنا، يعني فاهم؟ كويس جدا، حاجه اسمها اوستيوبوروزيس اوف ذا سباين. بس انت محتاج بقى تكتب شويه كلام، يعني ايه؟ هتقول لي ده ده في اوستيوبينيا، وهي نفسها اوستيوبوروزيس، والسبيسز واسعه، وبايب كونكيف دي خلاص، ده اللي هي التشخيص اللي انت هتعرفها ازاي، وممكن يبقى معاها ديفورميتيز، ممكن يجي له كمان باثولوجيكال فراكتشر. تمام، يبقى مهمه جدا السلايد بتاعت الاوستيوبوروزيس، عرفناها ازاي؟ بيبقى فيه تباشير، وجبنا التباشير وعملنا الاوتلاين بتاعنا. تمام، كويس. بعد كده بقى في حاجه اسمها المايلوجرام، دي مش علينا، مش موجوده، يعني ما اصلا دكتور ايهاب ما جابش سيرتها خالص. بيبقى عباره عن ايه؟ اشعه بالصبغه، يعني كونتراست في السباين، بيرسم السباينال كورد. ماشي، ده انا بقولها لك كده لنفسك، لكن دي مش معانا يعني ان شاء الله. تمام، خلص السيستم بتاع البون، شكرا. يبقى البون الحمد لله لذيذ، حلو كده. هنراجع بقى الاول، بس طب ما تيجي تبص على الحاجات بتاعت الفيرتبرال كولم. الفيرتبرال كولم اهو، انكيلوزنج سبونديلايتس والاوستيوبوروزيس، مفيش غير الاثنين دول اللي بيجوا اذا جت حاجه في السباين. طيب هنعرفهم ازاي؟ خلاص بقى قلنا الانكيلوزنج سبونديلايتس، كنت ماشي في الطريق شفت عود قصب، قمت جايب الخنجر بتاعي البامبو سباين، قمت ماسك الخنجر بتاعي، قمت قاطع حته، عقاب رباني، ساكرو ايليك جوينت اتدمر، حلو كده. تمام، الاوستيوبوروزيس، اوستيوبوروزيس قلناها حاجه اسمها كود فيش ساين، اللي هي تباشير، ورسمت الاوتلاينز بتاعت الفيرتبري. كويس جدا، تمام. راجع لي على سيستم البون كله بقى، كل الحاجات السلايدز الامبورتنت، ماشي؟ مش هنراجع كل الحاجات كده، يبقى تضيع وقت.
عشان احنا مزنوقين. ايه النظام بتاع البون؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدا من تحت لفوق عشان ايه التنويع. اول حاجه قلنا الحاجات اللي في البيك جوينت، ان هي اوستيو ارثرايتس. اول ما هتجيلك حاجه في الركبه تقول ان في اوستيو ارثرايتس، ناروينج في الجوينت سبيس واوستيوفايتس. جاب لك سلايد رجل، جاوت اللي هي هتعرفها ازاي، التوفاي الكبيره خالص في البيك تو، كويس. بعد كده في الهاند الروماتويد ارثرايتس، النر ديفيشن، شكرا. وتكتب الديفورميتيز، اكروميجالي هتعرفها ازاي، التافتنج والمشرومينج، كويس، والهاند الكبيره والسبيد هاند. بعد كده في السكال مالتيبل فيلينج ديفيكتس، والله لو هم ريجولار وحلوين وكتار وسموث مالتيبل مايلوما، الريجولار يبقى اوستيوليتيك ميتاستاتيك ليجنز، تمام. الاكروميجالي، اكروميجالي في السكال يا اما هيجي لك في وشه سوبرا اوربيتال مارجن مرسوم بالطباشير، جاي لك بالجنب في حاجه اسمها بروجنافيزم، الطنج كبيره، نيوماتيزيشن في الفرونتال ساينس، الديبلويك سبيس كبير، سيلا تيرسيكا كبيره وايدند، تمام. الفيرتبرال كورم اوستيوبوروزيس، استخدمت الطباشير كود فيش سباين، شكرا. انكلوزنج سبونديلايتس، القصه اياها، مشيت في الطريق البامبو سباين، قمت ماسك الخنجر الساكرويليك جوينت دمرني، تمام. كده السيستم بتاع البون خلص. يبقى كل الشرح اللي انا شرحته ده، لو كان حاسس نفسك مش مرتاح ويعني ايه ده وايه كل ده ومش عارف ايه، شوف انا لخصت لك الامبورتنت سلايدز دول، لو انت اتقنتهم وظبطتهم بالكومنتات بتاعتهم ما تقلقش خالص، والباقي مش عايز تبص عليه ما تبصش. حلو كده، وان شاء الله ربنا يكرم، تمام. ده بالنسبه للسيستم بتاع البون. عايز اخش بقى على السيستم بتاع الجي اي تي واليورولوجي. المشكلة بس في السيستم بتاع الجي اي تي واليورولوجي، هل انا هشرحه كله؟ هل هشرح كل السلايدات؟ الخبر الحلو لا، والخبر الوحش برضو لا. الخبر الوحش لا، ليه؟ لان انت ممكن تحس ايه ده، ده ساب حتة، ده مش عارف ايه، ما ينفعش، مش ما ينفعش، تمام. الحاجة الحلوة ايه؟ ان انا هسهل عليك جدا في المذاكرة، ومش بسهل عليك بمزاجي. مبدئيا دكتور سويلهام اصلا ممكن الناس ما تبقاش عارفة ان هو اساسا عين شمس، ده اول حاجة. ثانيا هو مزود سلايدات بتاعة الجي اي تي واليورولوجي من اصلا السلايدات اللي بتيجي في الجراحه، كانها جميله، كانه بيشرح لك بطنه وجراحه، ده اللي انت مش عارفه. لكن الكوريكولم اساسا عليك بطنه، جي اي تي ويورولوجي، مش كل ده معانا، مش كل السلايدات اللي هو حاططها معانا خالص. وحتى دكتور ايهاب هتلاقيه اصلا حتى في المراجعه بتاعته وفي الشرح مش شارح كل ده، لان في حاجات مش موجوده معانا، مكانها الجراحه. وزي ما اتفقنا ان اصلا سيستم الجي اي تي ويورولوجي بنسبه كام؟ 20% هيجي لك منهم سلايد، قليل قوي ممكن لما يجي لك سلايد. وفي امبورتنت سلايدز لو لا قدر الله جالك جي اي تي ويورولوجي هيبقى من الامبورتنت سلايدز وش. حلو كده؟ فبالتالي انا مش هقعد اضيع الوقت كله ولتركيزك وحفظك على سلايدات اصلا موجوده في الجراحه مش في البطنه، وانا باكد لك الموضوع ده للمره المليون. انا كنت قاعد مع واحد صاحبي في الدفعه اللي فوقينا، وحد يعني ما شاء الله عليه، بيقول لي الجي اي تي ويورولوجي ما تذاكرهمش، انت تذاكر شيست وكارديو، والشيست والكارديو والبون. الجي اي تي ويورولوجي مين يا جدع؟ بيقعدوا يقولوا لنا في جي اي تي ويورولوجي، وما فيش ولا جروب جاله جي اي تي ويورولوجي، ده كلامه هو السنه اللي فاتت، ماشي. لكن ممكن بنسبه بسيطه يجي لك جي اي تي ويورولوجي، هتبقى ان شاء الله من الايه، من الكومن او الموست امبورتنت سلايدز، ماشي. فما تتضايقش ان انا مش هشرح كله، انا ما اعرفش، ممكن انت براحتك يعني، بس انا بقول لك الصح عشان احنا مزنوقين، وانا عارف ان انت مفروض بتسمع هذا الفيديو قبل الامتحان باربع خمس ايام، وفي حاجات تانية غير الاكس راي معاك. طيب اول حاجه بس دي معلومه ليك، نورمال باريا مسوالو اللي هو بيبين لك الاسوفيجس بس تقريبا، حلو كده. امال الباريا ميل ده بيجيب لك الايه، الاستومك كده، واول حته يعتبر من ايه، من الديودنم، تمام. امال الفولو ثرو ده بتاع الانتستنس، بيجيب لك الاستس ده، دي حاجات نورمال طبعا، ماشي. طيب ايه الامبورتنت سلايدز اللي انا عايزها بقى، او اللي انا هشرحهم؟ اول حاجه الاكاليزي اوف ذا كارديا، دي مهمه، ماشي. الاكاليزي اوف ذا هارت، الكارديا طبعا مهمه جدا، لازم في الاول تكتب لي، تقول لي ان دي سلايد ايه، كونتراست اكس راي، او اكس راي وذ كونتراست، ماشي. باريام سوالو شوينج ذا اوسوفيكس، حلو. وتكتب بقى ايه، تكتب لي بقى بعد كده خلاص دي المقدمه، تكتب لي بقى الديفورميتي اللي انت شايفها، او ازاي هتشخص يعني، ماشي. بيحصل ايه؟ بيحصل حاجه اسمها سموث ناروينج لللور اند بتاعت الاسوفيجس. هو في ايه هي الاكاليزيا عشان انا برضو بنسى؟ قال لك الاكاليزيا ده فيلير اوف ريلاكسيشن اوف اللور اسوفيجيال سفنكتر اللي هو اسمه كارديا، ماشي. فبتلاقي الحته اللي تحت مقفوله، فالسفنكتر هو هنا ايه، قافل، ماشي. وهنا الحته دي دايليتد، ماشي، ده مش اسوفيجس عادي يعتبر، ده دايليتد. ودي باروت بيك ابيرنس، يبقى الباروت بيك ابيرنس
دي الساين بتاعتنا اللي انت المفروض تكتبها ماشي، وتقول لي بقى اهو سموث ناروينج للور اند بتاعت الاسوفجس باروت بيك ابيرنس ات ذا ليفل اوف دايفرام اور جاست بيلو ماشي، ده مكانها يعني مارك دايلاتيشن وذ فلويد ليفل فوقيها، دي مهمه ليه؟ لان لازم تقول لي ان الحته اللي فوقيها دايليتد ماشي كويس. طب والحته اللي بعديها قال لك نو جاز بابل ان ذا فاندس اوف الاستومك، لان الحته دي مقفوله، وفي تشبيه انا المفروض يعني مش سليم قوي بس انا عايز اقوله، ان اي انتستنال اوبستراكشن، انا بتكلم دلوقتي انتستن، انتستنال اوبستراكشن لما بتيجي تتكلم فيه لازم تتكلم على ثلاث حاجات: ات ذا ليفل اوف ذا اوبستراكشن، بيلو او بروكسيمال يعني للليفل اوف ذا اوبستراكشن، وديستال للليفل بتاع الاوبستراكشن. هنا نفس الكلام افتكرها كده، ات ذا ليفل اوف اوبستراكشن شايف ايه؟ باروت بيك ابيرنس. طب اباف الليفل بتاع الاوبستراكشن في ايه؟ دايلاتيشن في اللور اند بتاعت الاسوفيجس ماشي. طب بيلو الاند بيلو يعني السايت اوف الاوبستراكشن مفيش جاز بابل في الفاندس بتاع الاستومك. حلو كده، يبقى انا ظبطت لك حتى اهو الكومنت بتاع الاكاليزي اوف ذا كاردي عشان ما تنساش فيها اي جزء. تمام، حلو جدا، خش على اللي بعده. كل ده انا ماليش دعوه بيه ولا حتى اعرف عنه اي حاجه. اه سلايدنج هيتس هيرنيا، دي بقى مهمه. السلايدنج هيتس هيرنيا بنعرفها ازاي؟ اول حاجه هو بيشرح لك الاول ان الايه بتتعمل عاده باريم ميل في ترندلبرج بوزيشن ماشي. خد بالك انت الحته دي المفروض تكتبها، يعني انت المفروض اول ما تبقى تعرف ان دي سلايدنج هيتس هيرنيا من ضمن البدايه هتقول لي اه دي اكس راي وذ كونتراست شوينج الاسوفيجاس مثلا وابر بارت من الايه من الاستومك او اسوفيجاس واستومك، ودي طبعا ايه هتبقى بقى باريم ميل، بس لازم تقول لي بقى انها هنا معموله في ترندلبرج بوزيشن. تمام، طيب هعرفها ازاي؟ اعرفها بيبقى بيشنت، انا عايز اجيب ده شويه كده ماشي، بيبقى بيشنت عنده كوره فوق الديافرام. طب هو فين الديافرام؟ الديافرام اهو، ودي كوره فوق الديافرام. ايه الكوره دي؟ قال لك ان ايه هي السلايدنج هيتس هيرنيا اصلا، لان ممكن الناس ما تبقاش عارفه السلايدنج هيتس هيرنيا، مش عيب. ده عباره عن ان كان الاسوفيكس اتسحب فوق، اتسحب فوق فسحب حته من الاستومك فوق الديافرام، فيعمل لك زي حاجه بنسميها ايبيفرينيك بلج، يعني كوره فوق الديافرام، كوره فوق الديافرام. هل دي ممكن تتلخبط مع الاكاليزيا؟ لا يمكن، ده الاكاليزيا قلنا بيبقى ايه باروت بيك ابيرنس اللي هو خط ماشي، هنا كوره. تمام، هنا نفس الكلام بيبقى فيه ايه كوره فوق الديافرام. الديافرام هنا عندي يمكن مش واضح قوي، عندك في الكتابه هتلاقيه اوضح، الديافرام اهو وفي حته مشدوده من الاستومك فوق الديافرام. تمام كويس، يبقى هتقول له ان دي مهم، بس ان انت ما تنساش تقول له حته ترندلبرج بوزيشن ماشي. كويس جدا، وفي حاجه اسمها ايبيفرينيك بلج اللي هي عباره عن ايه، حته من الاستومك اتشدت فوق الديافرام. تمام، خش على اللي بعده. كل ده انا مش عايزه خالص، مش عايزه خالص. اه الالسراتيف كولايتس مهمه جدا 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 جدا، من هنا لبكره بقى. دي يمكن اهم سلايد في القصه بتاعت الجي اي تي. المهم ان انت تقول تقول لي ان دي طبعا واخده كونتراست، ده اكيد ماشي، وان هي شوينج الكولون اهو الانتستنس، حلو جدا. تمام، هيقول لك بقى ايه في الوصف بتاعها، حاجه اسمها ليد بايب او بايب ستيم. الليد بايب دي بتاعت النيورو، بايب ستيم يعني اسمها ايه، الماسوره من المعدن يعني او من الحديد، بايب ستيم ابيرنس اللي هي لوس اوف هاوستريشن ماشي. نورمالي الكولون بيبقى شكله عامل ازاي اهو، بص عامل ازاي، في حاجه اسمها هاوستريشنز، هاوستريشنز عمال ايه حتت ضخمه كده اهو، حتى هنا اوضح ماشي اهو، حتت ضخمه، حتت ضخمه هاوستريشنز. هنا مفيش هاوستريشنز خالص ومفيش حتت ضخمه، وتحس كمان الكولون قصر يعني كده وكده وشكرا، لكن هنا بص عامل ازاي، ده كده وكده ويلف ويرجع وينزل ويطلع، وهنا نفس الكلام. فبيحصل ايه في الالسراتيف كولايتس؟ بيحصل بايب ستيم ابييرنس اهو، بالمناسبه هو جايب صورتها دكتور سويلان برضو، بايب ستيم ابييرنس، لوس اوف هاوستريشنز، وتحس كمان ان الكولون شورتند كمان اهو، شورتنينج اوف ذا كولون. كويس كده، تمام. بعد كده بقى انا عايزك تقول لي ان في حاجه اسمها جراوند السر ابييرنس.
انا مش محتاج اقول لك حته جراوند ألسر ابيرنس دي، بس بالعقل كده ألسراتيف كولايتس هيبقى عنده ايه؟ ألسرز بسيطه يعني. تمام. في حاجه بقى هنزودها من النظري، ايه هي؟ اللي هو الفروقات بين الألسراتيف كولايتس والكرونز ديزيز. ماشي. انا مش طبعا مش هتطرق لكل الفروقات، بس انا عايزك تعرف مين اللي فيه سكيب ليجنز، مين اللي واخد اول لايرز. طبعا الالسر ده باي ديفينيشن من وانت صغير ان الالسر معناها لوس اوف سيرفيس. تمام. يبقى معنى كده لوس اوف سيرفيس يعني معنى كده لوس اوف السوبرفيشال لايرز، يبقى ده اللي بياخد اللايرز السوبرفيشال بس اللي هي الميوكوزا وسب ميوكوزا. انما كرونز ديزيز اللي هو ما ملوش سلايد عندنا او مش علينا يعني، حلو كده، ده اللي واخد كله. ادي اول نقطه. تمام. طب لما هو واخد لما هو واخد سوبرفيشال بس، يبقى ما يبقاش عنده سكيب ليجنز، ياخد الكولون كله. بالعقل كده لو كرونز ديزيز بياخد كل اللاير واخد كمان من غير سكيب ليجنز، يبقى مش هيبقى فيه كولون اصلا. انت فاهم الفكره؟ يعني لو هو مدمر كل اللايرز حلو وكمان واخد الكولون كله، يبقى معنى كده مفيش كولون. لا، هو واخد كل اللايرز بس عنده سكيب ليجنز، عشان كده بيبقى فيه كولون. لكن الالسراتيف لا، يعني كل واحد بيعوض حاجه، ده واخد سوبرفيشال لايرز بس، يبقى ما يبقاش عنده سكيب ليجنز. ماشي. فهتقول لي ان نو سكيب ليجنز. ماشي. وطبعا الالسراتيف كولايتس ده ديزيز اوف ذا كولون، التيرمينال اليوم از نوت افكتد. ماشي. شويه الزيادات دي حاجات نظري، انا اللي تهمني قوي قوي البايب ستيم ابيرنس. ماشي. طبعا انت هتقوله في الاول دي باريوم انيما، ايوه، وجايه مورياك الكولون والكلام ده. حلو. ومورياني ايه بقى؟ بايب ستيم ابيرنس، لوس اوف هاوستريشن، شورتنينج في الكولوم، وبعد كده تزود من النظري بقى مش عارف ما فيش سكيب ليجنز والتيرمينال اليوم سليم وكل الكلام ده كله. تمام. بعديه ممكن بقى يعني كوليكستيجرافي، الصراحه مش مهمه قوي يعني، دكتور ايهاب ما قالش عليها قوي الصراحه، بس ممكن اقولها لك. هيبقى جايب جول بلادر وفيها ايه؟ ليجن في النص، فيلينج ديفكت، يبقى دي ستون في الجول بلادر. ماشي. شكرا. حلو. تمام. بعد كده بقى هي يمكن بس الحته بتاعت الكومنت دي مش عارف، بس يعني هي السلايد اديك بتعرفها سهله طبعا، ان انت هيجي لك جول بلادر وفيها فيلنج ديفكت. ماشي. بس تقريبا مشكلتها ان انت بتحتاج تكتب الايه في الكوليسيستوجرافي، بتحتاج تكتب ان هو ايه البيشنت هيصوم ومش عارف ايه والكلام ده. طيب حلو كده. تمام. خش لي بعد كده بقى على الجزئيه بتاعت اليورو كده. الجي اي تي خلص. الجي اي تي خلص. ماشي. افتح بقى الايه مثلا الامبورتنت ساينز او الامبورتنت سلايدز قصدي. ماشي. انا حاطط جي اي تي يورو مع بعض. ماشي. طيب اليوريتر ومش عارف ايه. طب اهو باريوم سوالو اوف اكاليزيا اوف ذا كارديا. طب ما احنا قلناها، هتعرفها ازاي؟ بيبقى فيه في الاخر خالص سموث ناروينج في اللور اند بتاعت الاسوفيجاس، واتفقنا ان ات ذا ليفل اوف الاوبستراكشن اللي هي البارود بيك ابيرنس، فوق الليفل بتاع الاوبستراكشن اللي هو فيه دايلاتيشن في اللور اند اسوفيجاس، تحت الليفل بتاع الاوبستراكشن الفندس بتاع الاستومك ما فيهوش اير او الجاستريك اير بابل يعني مش موجوده. شكرا. باريوم ميل بتاعت سلايدنج هايتس هيرنيا، اتفقنا ان انت لازم بس تقول له الحته بتاعت ترند لينبرج بوزيشن، وتقول له ان في حته مسحوبه فوق عامله حاجه اسمها ايبيفرينيك بلج، وخلصنا. باريوم ميل السراتيف، باريوم انيما سوري، السراتيف كولايتس قلناها، بايب ستيم ابيرنس ولوس اوف هاوستريشن. ماشي. شكرا. انت متخيل انا زودت لك عليها كمان حته بتاعت الكوليسيستوجرافي، اه دي تعرفها. ماشي. ده اللي مهم عندنا، عشان كده انا مش هقعد اضيع وقتك في الجي اي تي واليورو اللي ما بيجوش اصلا في سلايدات ما بتجيش اصلا. وزي ما قلت لك ان السلايدات دي موجوده في الجراحه، انت لما هتيجي ان شاء الله تذاكر جراحه او ذاكرت جراحه، انت السلايدات دي هتبقى شفتها قبل كده. ماشي. عشان كده دكتور سويلم زي ما بقول لك هو عملها جميله لما كان عامل الفيديو بتاعه، انا بكرر لك هذه الجمله، كان عاملها جميله ان هو شارح لك كمان الجي اي تي بتاع الجراحه واليورو بتاع الجراحه، لكن هو دول مش مكانهم في البطن خالص، مش موجودين معانا في الكوريكولم بتاعنا مفروض. تمام. كويس جدا. خش لي بعد كده، احنا عايزين نكمل بقى البايلوجرافي. ماشي. او اليورو بقى. ماشي. يمكن اليورو يعني ممكن اتعمق فيه شويه صغيرين عشان هو ايه بسيط وسهل. تمام. ده النورمال بايولوجرافي بيبقى عباره عن ايه؟ طبعا مش محتاج اقول لك ان في البلفيكال سيل سيستم مرسوم والبلادر اهي مرسومه وخلاص. تمام. بتقول له ايه؟ ان ده نورمال بايلوجرافي. كويس جدا. ماشي. ايه الانوماليز بتاعتنا بقى؟ قال لك والله في هنا هو واضح جدا ان في دبل بيلفس ودبل يوريتر، دبل بيلفس ودبل يوريتر. ماشي. اهو كل كدني ليها اتنين بيلفيكال سيل سيستم. ماشي. شكرا. دي سبوت دايجنوزس كده. تمام. بعد كده عندي حاجه اسمها الهورس شو كدني.
بتبقى ايه اللور بولز تحسهم مقربين من بعض قوي، وات لور ليفل ماشي. يعني خد بالك هنا بص البلفيكال سيستم فين بينه وبين الايليك سباين، سوري الايليك كريست قد ايه، حبه حلوين ماشي. لكن هنا بص ازاي دي الكدني اهي اخرها هنا، وبص نازله تحت، يبقى ات لور ليفل ماشي، وبيبقوا فيوزد في الميد ايه في الميد لاين، وباللي بيوقفهم ارتري اسمه الانفيريور ميزنتريك ارتري. بس كده انا مش عايزك تعرف غير ان هي في حاجه اسمها هورس شو كدني، تمام. بعد كده كدني لوحديها ات لور ليفل اكتوبيك كدني، شكرا. كروزد رينال اكتوبيا، ايه كروزد رينال اكتوبيا دي؟ يعني في كدني اهي وكدني اهي، مش دبل يوريتر ودبل بيلفس، لا ده هنا مفيش كدني اصلا. ايه كروس رينال اكتوبيا؟ ان في الكدني دي لفت جت هنا. وعايز اوريك لقطه جميله جدا، ان بص امشي مع اليوريتر هتلاقي اليوريتر بص فين؟ بيفتح في مكانه الطبيعي في البلادر على الناحيه الثانيه. حلو كده؟ بنسميها ريسبكت تو ذا يوريتير تو ذا يوريترال يوريترال استغفر الله العظيم اوريفيس اوريفيس انا بتلخبط في البتاعه دي، يوريترال اوريفيس لوكيشن ات البلادر ماشي؟ الناحيه الثانيه. وهنا ده هتلاقي اليوريتر فاتح في نفس مكانه ماشي، يبقى كل اليوريتر فاتح في ناحيه. وكروس درينا الاكتوبيا تعتبر من السلايدات يعني المهمه شويه، عشان بيحبوا انك تقول لهم الحته بتاعت الايه الريسبكت بتاع اليوريترا الاوريفيس دي اللي انا ما بعرفش انطقها ماشي كويس. بعد كده حاجه اسمها الرينال ماس والبوليسيستيك كدني، مش عايزك تبص عليهم خالص، بس دي حاجه بنسميها سبايدر ليج ابييرنس ماشي، اوكيباينج ليجن، بتبقى عادة بسبب حاجة اسمها ويلمز تيومر ماشي. امال بقى الكونجينيتال بوليسيستيك كيدني دي بتبقى بايلاترال بقى ماشي، سبايدر ليج ابييرنس بس بايلاترال. شايف هنا عاملة ازاي وهنا عاملة ازاي؟ انما هنا سبايدر ليج ابييرنس بس على ناحية واحدة يونيلاترال اللي هي الويلمز تيومر ماشي. بعد كده هيدرويوريتال وهيدرونفروزز، لا دي بقى انا دي هشرحها، دي هشرحها بقى لان دي سلايد مهمة. ايه بقى الهيدرويوريتر وهيدرونفروزس؟ مبدئيا انت لازم تقول لي ان ده طبعا اي في يو او اي في بي يعني، تمام. بص بقى عندي هنا، شايف هنا البلفيكال سيستم دايركت زي، بص اليوريتر عامل ازاي، حسه كده حاجه ضخمه خرطوم، مش يوريتر اللي هو از فتله. بص اليوريتر العادي بيبقى عاده بيبقى عامل ازاي، بص ازاي فتله فتله نازله فتله، لكن بص هنا بيبقى عامل ازاي خرطوم ماشي. وهنا يونيلاترال لو واخد بالك هنا تحسه نورمال. طب وهنا بقى الباي لاترال، بص البلفيكال سيستم دايليتد ازاي، بص خرطوم نازل اهو وهنا خرطوم نازل. فهتقول له ان في حاجه اسمها دايليتد بلفيكال سيستم واليوريتر ماشي، دي مهمه جدا. وبيحصل حاجه اسمها بالونينج للماينور كاليسيز، دي من النظري شويه الصراحه بس انا هوريها لك هنا ان بيحصل. بص ازاي بتبقى عامله ازاي، هي نورمال المفروض يبقى في حاجه اسمها كابينج، لا هو دلوقتي بقى حصل فيها حاجه اسمها بالونينج، وهنا اوضح كمان اهو بالونينج ماشي تمام. قلنا ان ممكن تبقى يونيلاترال وممكن تبقى بايلاترال، حلو كده. وبعد كده ممكن يقول لك طب ما في سايت اوف اوبستراكشن ماشي، يعني ايه؟ انا هوريها لك دي لو لقيتها مثلا زي هنا، دي بتاعت مثلا بيلفي اوريتريك ايه اوبستراكشن، شايف هنا تحس ان اليوريتر مش باين، يبقى هو قفلت هنا ماشي كويس. لو لقيته بقى ان اليوريتر نازل واختفى فجأة في حتة، يبقى ده غالبا اختفى بسبب ايه ستون. يعني الديتيلز دي ممكن تبقى صعبة شوية، انت المهم بس انك تبقى عارف ان في هيدرويوريتر وهيدرونفروزس يونيلاترال ولا بايلاترال ماشي. فيقول لك هنا مثلا يونيلاترال هيدرونفروزس يونيلاترال، ادي دي يونيلاترال هيدرونفروزس وهيدرويوريتر، دي بتبقى تحت بقى شوية، دي كأنها اسباب يعني فور ديفرنشال دايجنوزس. بايلاترال هيدرويوريتر وهيدرونفروزس دي بسبب البلادر نيك اوبستراكشن او بايلاترال لور يوريتريك اوبستراكشن، دي اللي هي الكوزز يعني. دي ممكن بقى ايه بعد ما يقول لك يقول لي كومنت يقول لك طب ايه موست بروبابلي الكوز بتاع الموضوع ده، فانت هتقول لو هي بايلاترال غالبا حاجه في البلادر من تحت، لو هي حاجه يونيلاترال هتبقى عارف انها ممكن تبقى هنا ايه حاجه يا اما لور يا اما ايه ابر، تمام كويس جدا. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها ايه نون فيجواليزيشن اوف الكدني، يعني في كدني ناقصه بس اتاكد ان مفيش اكتوبيك كدني تحت ولا في حاجه اسمها اللي هي كروسد اكتوبيا ماشي. بعد كده في حاجه اسمها السيستوجرافي، وانا بشرح بسرعه انا عارف بس كل الكلام ده تطوع مني زياده. السيستوجرافي ان انت بترسم البلادر ماشي، لقيت في حته زياده هنا حاجه اسمها دايفرتيكولي، لقيت في فيلنج ديفكت من تحت، ايه اللي هيجي لك من تحت؟ حاجه اسمها البروستاتيك البناين بروستاتيك هايبربليزيا تمام. طب لقيت فيلنج ديفكت من الجنب، دي
بلادر كارسينوما، ماشي؟ يبقى عرفت الثلاث اللقطات، لقيت حته زياده في البلادر دايفرتيكولم، لقيت حته ناقصه من تحت بناين بروستاتيك هايبربليزيا، لقيت حته ناقصه من الجنب بلادر كارسينوما، وادي دايفرتيكولم تاني اهو، وادي فيلنج ديفكت من تحت ناقص يبقى دي بروستيتا اهو، وادي فيلنج ديفكت من الجنب ناقص اهو كارسينوما، تمام. وادي دايفرتيكولا اهو، ومعاه كمان اهي من تحت ايه حته ناقصه بلادر تحسها مضغوطه بس هي عشان ناقصه من تحت، يبقى معاها بناين بروستاتيك هايبربليزيا، ماشي تمام. بعد كده شويه حاجات ديودينا الاتريزيا والكلام ده ما يهمنيش، كل ده مش معانا مش عايزه خالص. الحاجات بقى بتاعت الستونز دي ممكن تبقى مهمه شويه الصراحه، هي مش مكتوبه في الامبورتنت سلايدز، يعني دي مش مكتوبه من ضمن الحاجات الامبورتنت سلايدز، ولكن يعني مش عارف بحس الستونز اكس راي يعني ستونز، ماشي. طيب ايه الكيدني ستونز؟ بتلاقي الستون في الليفل بتاع الكيدني يعني فوق، طب ايه الليفل بتاع اليوريتر؟ بتبقى الستون في الكورس بتاع اليوريتر ايا كان بقى هي ماشيه فين. طب ودي حاجة اسمها الستاج هورن ابيرنس بتاع الستون، ستون كبيرة، كويس كده. طيب ايه الاماكن بقى اللي احنا عايزين نقول عليها في الستونز؟ قال لك والله ممكن تبقى جاية من الكدني بتبقى فوق خالص، وممكن تبقى ماشية على الكورس بتاع اليوريتر اللي هو الونج التيب بتاع الترانسفيرس بروسيس، او على الحتة بتاعت السكرم والبلفس، ماشي، يعني ماشية على الكورس بتاع اليوريتر. طب شوية كالسيفيكيشنز قاعدة جوه اليورينري بلادر، على طول تعرف انها بلادر ستونز، ماشي، يعني لحد الليفل بتاع الايلة بتاع السكرم والايليوم كل ده يوريتر، وفوق خالص كدني لقيتها قاعدة جوه البلادر يبقى يورينري بلادر ستونز، ماشي. طب لقيتها ورا سيمفيسيس بيوبس على طول، البلادر هتبقى هنا، سيمفيسيس بيوبس بيبقى هنا، دي اسمها بوستيريور يوريثرال ستون. طب لقيتها تحت انتيريور يوريثرال ستون، ماشي كويس جدا. هنا جايب لك الجلو بلادر ستون تاني، يمكن دي مش واضحه قوي بس هتبقى ستون في الرايت هايبوكوندريا، ماشي، هي الادق هتبقى الحته بتاعت الكوليسيستوجرافي لو جت، ماشي. بعد كده شويه الكالسيفيكيشنز مش عايز منهم حاجه غير الحته بتاعت التيبس ميزنتيريكا، بتلاقي فيه بطش بيضه كتير، ماشي، وممكن تبقى بايلاترال، حاجه اسمها تيبس ميزنتيريكا اللي هي كالسيفايد ميزنتيريك ليمف نودز، دي برده مش موجوده في السلايد اللي هي الامبورتنت سلايدز بس انا بقولها لك كده. خلينا نشوف ايه هم الامبورتنت سلايدز. بسم الله، بايلاترال هيدرويوريتر وهيدرونيفروزس، فعلا دي مهمه جدا وقلنا نعرفها ازاي، اليوريتر از خرطوم، وبتلاقي كمان البلفيكاليسيال سيستم دايليتد، كويس. وانا كنت مستغرب الصراحه انها مكتوبه بس هو دكتور ايهاب قال لك دي امبورتنت سلايد، الكروس دي رينال اكتوبيا، وعرفنا دي بنشوفها ازاي، بيبقى في اتنين كدني على نفس الناحيه وتمشي مع اليوريتر تلاقيه فاتح الناحيه الثانيه وذ ريسبكت لليوريترال اوريفيس، حلو كده تمام. بعد كده ده باريوم سوالو وباريوم ميل وباريوم انيمال السراتيف كولايتس، وشكرا وكده يبقى خلص الجي اي تي واليورو، ماشي كويس جدا. دي القصه بتاعت الجي اي تي واليورو. في بعد كده سيستم اخير اسمه السي تي، السي تي كقصر عيني مفروض مش علينا ما بيجيش، حلو كده. دكتور ايهاب قال لفظا كده السي تي ملغي، بس انا هقوله كده وخلاص عشان يبقى هو في الكتاب، مش هشرحه اصلا، بس انا هقول لك انا عايز فيه بس حاجه صغيره، حاجه اسمها ايه، السب ديورال هيماتوما والاكسترا ديورال هيماتوما، ماشي. واحنا اتهرينا بقى السب ديورال كانك بتصب عليها، ماشي، فبتبقى كونكيف، انما الاكسترا ديورال هيماتوما بتبقى باي كونفكس، ماشي شكرا. وبعد كده في حاجه اسمها البرين اتروفي، ان تحس ان البرين فاضي اسود وتحس ان البرين كله ابيض، حاجه اسمها برين اديما، بس كده انا قلت اقولهم لك. الباقي ماشي، في لانج، في سوري ايه، رينج ديفكت، ماشي، وذ كونتراست اهو انهانسد، ده اسمه برين ابسس، تمام ماشي. بس السي تي ما بيجيش، عشان كده انا قلت لك في الاول نسبه ان هيجي لك سي تي في الامتحان كام، 0%، ماشي. ودكتور ايهاب انا بكرر اهو تاني قال لك السي تي ملغي، ده كلامه وده مش كلامي، واسال اي واحد صاحبك اكبر منك في الدفعه قول له هو السي تي في البطنه مهم بيجي، يعني هيقول لك ايه ده، هو في سي تي في البطنه؟ ده رده، يعني انا بقول لك لو هو قال لك غير كده ده موضوع تاني، بس هو ده رده، ماشي، لانه ما بيجيش ومحدش يعتبر بيذاكره، وهو بسيطه احنا قلنا فيه كلمتين اهو خلاص، ماشي. طيب دلوقتي بقى هعمل ايه؟ لا احنا مش عايزين دي ولا عايزين دي ولا دي ولا حتى دي ولا دي برضو، تمام. دلوقتي انا هعمل ايه؟
هعمل لك بقى تلخيص لكل الامبورتنت سلايدز اللي احنا قلناهم، ماشي؟ ودي هتبقى زي ما بنقول كده اللي هي الحته بتاعت الايه، الهديه، ماشي؟ اللي هو تعرفهم ازاي. حلو، في اخر زي ما اتفقنا ايه، اخر 10 دقائق كده بالكتير، عشان لما تحب تسمع المراجعه، يعني كانك بتسمع مراجعه في 10 دقائق، طك 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 السلايدات كلها ورا بعضها، ماشي؟ طيب انا ممكن اعمل ايه، فكره اظرف يعني، ممكن اعمل بقى الايه مثلا التشيست والكارديو كلهم، يعني كاني هقول لك اقول لك كلهم عشان دول مهمين، ماشي؟ والباقي بالامبورتنت سلايدز، ماشي؟ طيب خلينا نبدا بالايه، بالكارديو، عشان ده اللي بدانا بيه شرحه. حلو، اجهز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقولهم بسرعه بسرعه بسرعه. طيب بسم الله. اول حاجه عندنا نظام الايه، الكارديو. السيستم بتاع الكارديو، اول جروب فيه اسمه شكرا رئيس الاسم. ايه شكرا رئيس الاسم؟ سلايد اول ما هشوفها هعرفها على طول. الدكسترو كارديا اما تبقى ايزوليتد، يبقى الجاستريك اير بابل الناحيه الثانيه، لو هي في نفس الناحيه معاها يبقى ده سايتس انفيرسس توتاليس. دمبل شيب، حته طالعه يمين وحته طالعه شمال، في ايه اللي منه اثنين؟ البلمونري ارتريز، يبقى ده بلمونري ارتري مش اورطه. كويس، سلايد اسمها كونستريكتيف بريكارديتس، كالسيفيكيشن حوالين الهارت، موست بروبلي ده الاي تي بي اللي عاملها، هي الوحيده اللي بتصغر كارديو ثوراسيك ريشيو هنا. شكرا، خش بعد كده في السلايدز بتاعت الشوز. اول حاجه عندك واحد عيل جاي لك طفل بفالوت تترالوجي، جاي لك بساينوزس كيغون سابو، مايلد رايت فينتريكولار انلارجمنت، الانجل بتبقى اكيوت ماشي كويس. بعد كده عندنا الايه، البوت شيب هارت، الاورتيك كونفيجريشن، بيبقى بيشنت جاي لك بليفت فينتريكولار اهو انلارجمنت، ماشي، وراجل كبير بقى المره دي، وبتبقى شبه البوت قلناها، وقلنا بيبقى في حاجه اسمها ديبنج داون. خلصنا، بعد كده في حاجه اسمها بيس ميكر من ضمن الديتيلز اهو، تمام. خش على اللي بعده، الكارديو ميجالي ويث شيب، عيل جاي لك بايج اون سايد، جاي لك بساينوزس، عيل عنده تي جي اي يبقى ايج اون سايد، وحاجه اسمها نارو كاردياك بيز من فوق. خلصنا، فلاسك شيب، في سموث بوردرز مرسومه كويس جدا وشبه الفلاسك، حلو كده، ويمين وشمال، حاجه اسمها البريكارديال افيوجن. شكرا جدا، خش بعد كده على حاجه اسمها الكارديوميجالي وذاوت شيب، يعني بعد ما استثنيت كل دول، لفظ مهم جدا 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 بحب اسمعه اسمه ميترالايزيشن اوف ذا هارت، بتمشي على الكومنت بتاعك عادي جدا وبتوصف تشوف مين اللي انلارجد، الاورتا انلارجد، البلمونري ارتري انلارجد، وفي الاخر تكتب عندك كمان ماشي الايبكس انلارجد والاوبتيوز انجل او اكيوت، وبعد كده تكتب بقى في ايه، في الدايجنوزس بتاعك، ده جروس كارديوميجالي فور ديفرنشال دايجنوزس، موست بروبابلي بسبب حاجه اسمها مالتي فالفولار ديزيز اللي هو الروماتيك هارت عاده، او دايليتد كارديومايوباثي. خلصنا من الكارديوميجالي. بعد كده سلايد مهم وانت مش هتعرفها الا لو قريت الهيستوري، بتلاقي بيشنت جاي لك في الاي سي يو سيفير ديسنيا ساينوزس، بيموت، عنده حاجه اسمها هيزي لانج اللي هي الاكيوت بالمونري ايديما، هيزي لانج والكيرلي بي لاينز والموستاش ساين والبات وينجز والبلورال افيوجن وممكن كمان كارديوميجالي، تمام كده. خلصنا السلايدات بتاعت الهارت، خش بعد كده على السيستم الشيست. سيستم الشيست حاجات سودا، هايبر ترانسلوسنسي، يا اما انفيزيما يا اما نيوموثوراكس. الانفيزيما بتكون يونيلاترال معاها حاجه اسمها ريبون شيب ذا هارت، والانفيزيما سوري الانفيزيما بتبقى بايلاترال، انا اسف، بايلاترال وريبون شيب ذا هارت، وانفيزيما بتبقى بايلاترال ليه؟ عشان ده سي او بي دي. النيوموثوراكس ده واحد جاي لك بضربه، الضربه هتبقى يونيلاترال، يبقى بيجي يونيلاترال، واللنج بتبقى كولابسد، بتبقى كولابسد جنبها. خلاص، خش بعدها على، طب ما انا عارف ايه، طب ما انا عارف ده، اول حاجه عندي فيها اسمها البلورال افيوجن. البلورال افيوجن حاجه بنسميها اير فلويد ليفل او فلويد ليفل، مهم جدا اقول كونكيف، لا ده انا لازم اقول الكومنت كله، انا اسف، هوموجينس اوباسيتي، كونكيف ابورد فلويد، اير فلويد ليفل رايزنج تو ذا اكزيلا اوبليتريتنج الكوستوفرينيك انجل، ماشي، دي بلورال افيوجن. طب قول لي بقى الايه الثانيه اللي هي، طب ما انا عارف الهيدرونيوموثوراكس، هوموجينس اوباسيتي اوبليتريتنج الكوستوفرينيك انجل، اير فلويد ليفل فلات ابورد، مهمه جدا ان هي مسطره فلات ابورد، فوقيها حته سودا وجنبها اللنج ايه، مسقوقه كولابسد، تمام. بعدها طب ما انا عارف ايه تاني، اللنج ابسس بيبقى رينج ماشي اوباسيتي وفيها اير فلويد ليفل، بتقول مكانه وبتوصف كل حاجه فيه، لنج ابسس، شكرا. وبعد كده كافيتي برضو دوريه بس ما فيهاش اير فلويد ليفل، بتبقى يا اما امفيزيماتس بولن يا اما ايه سيست في اللنج، شكرا. خش بعدها على الاي اللي هو الابيض اللي ليه شكل معين، مثلث اوباسيتي هوموجينس برضو، السيرفيس بتاعه
ناحيه على البيز بتاعه على السيرفيس عشان بيتبع البلس سبلاي يبقى بالمونري انفاركشن. طب لو البيز ناحيه الهارت يبقى نيمونيك باتش ماشي. بعد كده كوين شادو، كوين شادو فوق خالص ايبيكال بيبقى فور ديفرنشال دايجنوزز يا اما اي تي بي يا اما بانكوست تيومر. طب كوين شادو في النص بعيد عن في نص اللنج يعني بعيد عن الهارت لوحده كده ورينج برضه فور ديفرنشال دايجنوزز، وتقول لي التي بي وتقول لي كمان البتاع ده البروكوجين الكارسينوما كويس. بعد كده كانون بول ميتاستاسيس دوريات كتير بيضه هوموجينس اوباسيتيز بايلاترال بتبقى معناها كانون بول فور ديفرنشال دايجنوزس برضه اللي هي حكايه بتاعت الميتاستاسيس تمام. ومعانا كمان اللي هي الحاجات بتاعت الايه الهايلر اوباسيتي. الهايلر اوباسيتي بيبقى برضو حته بيضه بس مالهاش شكل قوي مش دوريه، هنا واضحه اكتر بتبقى تقريبا اكتر ناحيه الايه مستطيل لازقه جدا 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 في الميد لاين او في الهارت. حلو كده فور ديفرنشال دايجنوز يا اما تبقى يونيلاترال يا اما باي لاترال. فور ديفرنشال دايجنوزز اللي هي هتبقى ايه اللي هي هتبقى يا اما برضو تي بي اللي هو جونز فوكس يا اما برضو تيومر يا اما بقى ايه ادام بتقول هايلر يبقى ليمف نودز هايلر ليمف نودز. شكرا. خش بعد كده الحاجات الابيض بقى يا اما كونسوليديشن او لو نيومونيا يا اما الكولابس. الكولابس يشد الميدياستاينم ناحيته شيفت ميدياستاينم توردز السيم سايد. الكونسوليديشن النيومونيا تحترم الميدياستاينم تسيب الميدياستاينم ايه سنترال كويس جدا. هنا اهو مثلا الاي وايت لانج كلها اهي والسحبه الميدياستاينم معاها يبقى في كولابس قلناها. حلو كده تمام. وقلنا برضو ان ممكن البلورال افيوجن لو ماسيف وزائد الناحيه الثانيه يبقى بلورال افيوجن تمام. بعد كده السلايدات الهيتروجينس. السلايدات الهيتروجينس اول سلايد بدانا بيها كانت ايه كانت الميلياري الميلياري شادو. الميلياري شادو هو رمله ومحببه ومنقطه ميلياري تي بي شكرا. ومعاهم النيوموكونيوزس كمان والساركويدوزس الف شكر. خش بعد كده على الهاني كومب. الهاني كومب اللي هو ايه بايلاترال مخرمه بايلاترال بيزل برونكيكتيزس تمام. بعد كده بقى اللي في النص البرونكونيومونيا. البرونكونيومونيا بطش بيضه وبرده عاده هتبقى بايلاترال وبيجي لك ببيرولنت سبيوتم. برونكونيومونيا ممكن تبقى ايبيكال وممكن تبقى عادي في كل حته. خلصنا واسمها كوتون فلافي ابيرنس تمام. وفي حاجه اسمها ايه برونكوجرافي لبرونكيكتيزس الوحيده الاشعه اللي معاها شويه ايه كونتراست او صبغه تمام. خش على اللي بعديه. اللي بعديه بتوع الفايبروزس. واحد جاي لك متني للجنب ماشي عنده حاجه اسمها فايبروزس في البلورا وفي اللنج بيبقى عنده سكوليوتيك تشينجز وتلتد فيها تو ذا ليفت او تو ذا رايت طبعا حسب المكان تلتد تو ذا ليفت يبقى ده فايبروثوركس شكرا. بعد كده واحد جاي لك بشويه اهو يوني لاترال هيتروجينس اوباسيتي يبقى ده لنج فايبروزس وممكن يسحب معاه الميدياستاينم ويعمل حاجه اسمها تنتنج اوف ذا ديافرام ماشي. بعد كده الايديوباثيك بالمونري فايبروزس اللي احنا مش بنعرفها بسهوله بيبقى بيشنت بيجي لك بسيستميك ديزيز مش جاي لك طبعا ببيرولنت سبيوتم بسيستميك ديزيز وعنده شويه مشاكل كتير وبيبقى عنده ريتيكوليشنز ومايكرونودولار انفلتريشنز بنشوف زي ايه شراشيب كده طالعه من الايه الميد لاين. كلام جميل. خش بعد كده على طفل جاي لك بريسبيراتوري ديستريس وفي نزوجاستريك تيوب مش راضيه تكمل كونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا وزقه الميدياستاينم من الناحيه الثانيه. الهيماتوكسيل ما بتزقش الناحيه الثانيه ماليش دعوه بيها. حلو كده خلصنا من السيستم اللي هو بتاع الشيست. خش بعد كده على السلايدات المهمه في السيستمز الثانيه. اول حاجه لا مش هنا اول حاجه اي جي اي تي واليورو بايلاترال هيدرويرتر وهيدرونفروزس بيبقى عباره عن ايه بيبقى خرطوم لازم تبقى عارف ان هو هل بايلاترال ولا يونيلاترال وديليتد بلفيكاليسيال سيستم كروس دينال اكتوبيا الاثنين كيدنز موجودين على ناحيه نفس الناحيه بس في يوريتر معدي ورايح يفتح في مكانه الطبيعي الناحيه الثانيه. بعد كده عندنا باريوم سوالو للاكاليزيا اوف ذا كارديا. ايه الباريوم سوالو بنعرفه من شكله اكاليزيا ات ذا ليفل اوف الاوبستراكشن حصل سموث ناروينج حصل باروت بيك ابيرنس وفوقيها في حاجه اسمها دايليتد ليور اند اوف اسوفجس وتحتيها في جاستريك اير بابل مش موجوده في الفاندس. الباريوم ميل سلايدنج هيتس هيرنيا لازم تقول انها معموله في ترندلنبرج بوزيشن في كوره فوق الديافرام فتقول لي في حاجه اسمها ايبي فرينك بلج باريوم انما التراتيف كولايتس بيشنت جاي لك المحيط اللي هيبقى جاي لك بانما ماشي كويس جدا. الانما هتبقى بتوريك ايه في الالتراتيف كولايتس ده حاجه اسمها البايب ستيم ابييرنس ولوس اوف هاوستريشنز تمام وشورتنينج كمان في الكولون. خش بعد كده على البونز. اول حاجه في الفيرتبرال كولم الانكيلوزنج سبونديلايتس. الانكيلوزنج سبونديلايتس حكينا القصه اول حاجه بيبقى بيشنت عنده بامبو سباين وداجر ساين والساكرو ايلياك جوينت متدمر تمام.
الاوستيوبوروزس قلنا بيبقى في حاجه اسمها الكود فيش ابيرنس، الكود فيش ابيرنس اللي هو مرسومه بالطباشير، خلصنا. بعد كده في ايه؟ السكال، السكال اكروميجالي، يجي لك بوشه، يجي لك بقه، ماشي، اللي هي سوبرا اوربيتال مارجن مرسوم بالطباشير، يجي لك من الجنب اللي هو بقى النيوماتايزيشن والطنج الكبيره والسيلوترسيك الكبيره والديبلويك سبيس الكبير، تمام. مالتيبل فيلنج ديفكتس، بتلاقي اخرام كتيره سودا، ماشي، اخرام كتيره سودا، يا اما ريجولار وسموث، يبقى بنتكلم على بيشنت في مالتيبل مايلوما، كويس جدا الكلام ده في السكال، حلو. طب لو بقى الريجولار بمكسره وتحس بقى ايه مشرشره، يبقى الريجولار يبقى اوستيوليتيك مالتيبل ميتاستاسيس، تمام، كويس. طب في الهاند روماتويد ارثرايتس، هتقول لي على طول ان فيها النر ديفيشن، اول ما شفتها توصف لي تقول لي ان ده بايلاترال سيمتريكال، بيجي في الميتاكاربوفالنجيال وبيجي في الايه، في البي اي بيز، والدي اي بيز دايما سبيرد، مش دايما قوي بس مهم. بعد كده هيخش بقى في الروماتويد ارثرايتس في الديفورميتيز، الزي شيب صمد، ماشي، والبوتونير والسوان نيك. طيب الاكروميجالي، اكروميجالي يبقى بنتكلم في سبيد هاند، في ايد كبيره، في عظم كبير، في حاجه اسمها مشرومنج او تافتنج في التيرمينال فالنجيز اللي هو شبه عسكري الشطرنج، الفي الفوت جاوت، بتلاقي رجل موجوده قدامك وفي توفاي كبيره في البيك تو، شكرا. البيك جوينت ني اوستيو ارثرايتس، اول ما تشوف ركبه يبقى ني اوستيو ارثرايتس، وتبدا ايه، تكتب الكومنت بتاعك كده. احنا المفروض نكون خلصنا، وانا صوتي راح يعني، بعد كده بعد كل ده اللي مش هيقفل ان شاء الله الاكس راي حسابه معايا، يعني ايه، مش عايز اتكلم. طيب الحمد لله احنا خلصنا كده الجزئيه بتاعت الايه، الاكس راي كله، واتمنى يعني ان انا اكون قدرت انجز واظبط الاداء. في النهايه برضو انا حابب اشكر الدكتوره ايه صلاح زميلتنا في الدفعه، لان هي ساعدتني في ان انا اقص الحاجات دي من البي دي اف اللي هو كان موجود يعني معمول، فالموضوع ده طبعا كان عامل لي ازمه وكنت تعبان فيه يعني، بس فالف شكر يعني فعلا، لان انا ما كنتش لاقي برضو وقت اعمل هذا الكلام، وبرضو ان انا الاقي حد يساعدني في هذا التوقيت الصعب دي حاجة كويسة يعني. فشكرا، وشكرا ليكم، وربنا معاكم ان شاء الله. واهم حاجة فعلا زي ما قلنا العامل النفسي، اهدى خالص خالص، والامبورتنت سلايدز هي اللي هيجي منها ان شاء الله باذن الله، وانت ظبطتها والكلام سهل وكل حاجة احنا هنعرفها من مجرد النظر، تمام، وربنا معاكم ان شاء الله، ودعواتكم بقى عشان الموضوع يعني صعب.